بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. جماعة والله جمهور النادي الأهلي ده جمهور عظيم، جمهور عظيم جدا جدا جدا. جمهور النادي الأهلي لما يقف ورا لعيب أو يقف ورا إدارة أو يقف ورا جهاز فني أو يقف ورا أي حد هو عايز يقف وراه، هيطلعوا سابع سما، هيطلعوا سابع سما، وهيخليه يطلع من أي حالة نفسية هو سيئة هو موجود فيها. مؤمن زكريا مثال كبير جدا جدا للكلام اللي أنا بقوله. مؤمن بقاله فترة الحقيقة حالته النفسية سيئة زي ما هو قال، ولكن يجي جمهور النادي الأهلي يحطوا ترند على تويتر لمدة 3 أيام، يجي لاعبوا نادي الأهلي يحطوا ترند على تويتر لمدة 3 أيام، يجي كل مصر الحقيقة حطت مؤمن، ولكن دايما جمهور النادي الأهلي هو اللي ليه الأسبقية وهو اللي ليه الفضل في كل شيء بالنسبة للعيبة النادي الأهلي. أنا ما بتكلمش هنا غير عن النادي الأهلي. فجمهور عظيم جدا جدا جدا. دايما الناس تقول لي اسلام انت بتتكلم كتير على الجمهور وعايز يعني تستعطف. انا ولا بستعطف ولا بقول كذا ولا بقول كذا، انا بقول الحقيقه كامله للجمهور. قلت لحضراتكم امبارح واحنا بنذيع المباراه او قبل بدايه المباراه، قلت لكم ان الماتش مش هيتذاع، ما خفتش اطلع او اقعد العب بحضراتكم واقول لكم كذا هنطلع وكذا مش هنطلع. لا، انا طلعت قلت لحضراتكم ان حتى هذه اللحظه المباراه لن تذاع، وما كانتش عندنا على فكره، كانت في قناه تانية، لاني عرفت الحقيقه فقلت هطلع اقولها للناس بغض النظر عن اي شيء اخر. فانا بالنسبه لي انا ولا بستعطف ولا بعمل اي حاجه، انا بقول الحقيقه فقط، الحقيقه اللي انا اقدر اقولها او اللي انا عارفها وبطلع اقدر اقولها بمنتهى الثقه. ثقتي كبيرة جدا في جمهور النادي الأهلي، ثقتي كبيرة جدا جدا في كل الناس اللي بتقعد تتفرج، كل جمهور النادي الأهلي اللي بيقعد يتفرج على قناة النادي الأهلي. ببقى سعيد من جوايا لما الناس بتقعد تقول لي قد إيه إحنا مبسوطين بالشغل اللي أنتوا عملتوه إمبارح، قد إيه إحنا مبسوطين بشريف شعبان اللي كان موجود إمبارح في غينيا والشغل اللي إتعمل إمبارح، قد إيه مبسوطين بفريق الإعداد اللي موجود. والناس فاهمة، الناس مش بتقول لي إحنا مبسوطين منك. الناس مش بتقول لي احنا مبسوطين منك، الناس بتقول لي احنا مبسوطين من الدكتور محمد العدل رئيس القناه، احنا مبسوطين من الاستاذ ايمن بدره مدير البرامج في القناه، مبسوطين من فريق الاعداد اللي موجود في القناه بالكامل، سواء محمود سعيد او عاطف او كل الناس، انا مش عايز اقول اسماء بس عشان ما انساش حد. الناس مبسوطه من شريف شعبان اللي علق على المباراه وصوته راح امبارح طوال المباراه، الناس سعيده جدا. وجمهور النادي الاهلي قال احنا عارفين ان انتوا على قد ما تقدروا حاولتوا ان انتوا تعملوا شغلكم. الناس كانت مبسوطة من الكابتن حشيش وكلامه، الناس كانت مبسوطة من الكابتن بلال والكابتن أسامة حسني وكلامهم. فالحمد لله عندنا جمهور ذكي، جمهور واعي، جمهور عارف لما يجي يطلع يتكلم أو هو عارف الأمور بتبقى ماشية إزاي. أنا مش محتاج أتكلم كتير، أنا بيبقى دوري إن أنا أوصل الحقيقة، حتى لو مش هقدر أقولها صراحة بوصلها للناس بطريقة، وجمهور النادي الأهلي بيفهمها لوحده. فأنا الحقيقة سعيد جدا بردود الافعال مثلا على حلقه امبارح مباراه النادي الاهلي وكانوا سبورت، على الرغم من ان هي كانت صوت بس، كنا احنا اللي في الصوره مع حضراتكم الاستوديو التحليلي، ولكن قد ايه الناس اللي كلمتني وقد ايه الناس اللي بتشكر كل المجهود او كل الناس اللي ورا، حتى الناس اللي ورا الكاميرات، زمايلنا اللي ورا الكاميرات قالوا لي اشكر لنا الناس دي واحد واحد. فأنا بناء على طلب الجمهور أنا بشكر كل الناس اللي اشتغلت في حلقة امبارح، بشكرهم جدا الحقيقة على الحلقة أو يعني مباراة امبارح. الاستوديو التحليلي ما كانش عندنا صورة، ولكن قدرنا نعيش حضراتكم جوه الحدث، قدرنا لما الهدف دخل رجعنا وشرحنا لكم الهدف، شريف شرح لكم الهدف. كل الناس اشتغلت، كل الناس تعبت، كل الناس أو كل جمهور النادي الأهلي اللي قاعد بيتفرج على قناة النادي الأهلي امبارح قدر جدا، مش إسلام خالص الحمد لله شكرا، يعني أنا عارف إن أنتم بتقدروني دايما، ولكن الناس كلها والله بجد الناس اللي بتكلمني من امبارح للنهاردة قد إيه، وعلى تويتر، خشوا على تويتر عندي وشوفوا، خشوا على الانستجرام وشوفوا، خشوا الكلام شوفوا الناس الكلام اللي كاتبينه قد إيه، وقد إيه أنا مبسوط بالكلام ده، قد إيه أنا مبسوط إن الناس بتشكر وعارفين جمهور الأهلي ذكي زي ما بقول لكم.
فاهم كويس قوي ان شريف تعب، فاهم ان الاستاذ محمد العدل تعب، فاهم ان الاستاذ ايمن بدره تعب، فاهم ان الاستاذ محمود سعيد تعب، فاهم ان الاستاذ عاطف جبر تعب، فاهم ان الاستاذ سمير تعب، فاهم ان الناس كلها تعبت، مش اسلام بس، فاهم ان الكابتن حشيش كان بيتكلم من جواه عشان يوصل لحضراتكم الصوره كامله، الصوره اللي هي مش باينه. اسامه كابتن اسامه وكابتن بلال نفس الكلام. وبالتالي قد ايه انا ببقى سعيد جدا، عشان كده انا بقول الحقيقه فقط، ما عنديش اي حاجه تانية اقولها. لما بقول لحضراتكم ان انتوا جمهور عظيم، فعلا جمهور النادي الاهلي جمهور عظيم. انا ولا مش محتاج ان انا اتكلم واستعطف واقول كذا خالص، مش محتاج ان انا اعمل الكلام ده، لان انا عارف كويس جدا ان الناس فاهمه وواعيه، جمهور النادي الاهلي فاهم وواعي. لما قلت لكم على موضوع الفخ، انا خدته منين الكلام ده؟ الفخ اللي بيتعمل يوم الجمعه من بعض الانديه، انا قلت الكلام ده من مين؟ من حضراتكم، منكم انتوا اللي خليتوني اقول الكلام ده على الهواء مباشره. وانا متاكد ان انتوا هتنصفوا نفسكم وهتنصفوا النادي الاهلي في مباراه يوم الجمعه اللي جايه في السوبر، انا ده متاكد منه مليون في الميه. متاكد ان انتوا مهما حصل من جمهور المنافس الخصم، اللي اتمنى المنافس، اتمنى ان هم يكونوا ان شاء الله، انا متاكد برضو ان شاء الله يكونوا كويسين، ولكن مهما حصل سيظل دائما جمهور النادي الاهلي. ما احنا بنشتم كل يوم، من كل يوم الناس بتقعد تقول اي كلام، كل يوم بيشتموا اي ويقولوا اي كلام، ما حد بيطلع يتكلم، حد بيطلع يرد، مع ان الرد سهل قوي، اسهل حاجه في الدنيا الرد. ولكن هي الحقيقه مش كده، احنا دايما بنتعامل باسم النادي الاهلي، برقي النادي الاهلي، مش بنتعامل حتى لو احنا وحشين كاشخاص، ما بنتعاملش كده، لان احنا جوه قناه النادي الاهلي، فاحنا دايما بنتعامل باخلاق ومبادئ النادي الاهلي. والكلام ده انا مش بقوله مجرد كلام وخلاص، اكيد حضراتكم عارفين الكلام اللي انا بقوله ده، لان انتوا اللي علمتونا كجمهور وكاداره سابقه من 1907 وحتى الان قد ايه ان احنا لازم نتمسك بالاخلاق والقيم والمبادئ اللي احنا اتعودنا عليها داخل النادي الاهلي. فاسهل حاجه ان انا اطلع واحد يقول لك انت كذا، تطلع تقول له انت كذاين، مش كذا واحد. سهل جدا الموضوع، لكن احنا مش منطقتنا، مش اسلوبنا، مش طريقتنا. احنا دايما طريقتنا ان احنا زي ما احنا بنتكلم كده بمنتهى الصراحه والموضوعيه، بنتكلم مع حضراتكم واللي احنا عارفينه بنطلع نقوله، وحتى اللي احنا ما ينفعش نقوله انا بوصله لحضراتكم، او انا يبقى مجموعه الفريق العمل بالكامل يعني بنوصل لحضراتكم حتى لو بطريقه معينه، وجمهور النادي الاهلي بيفهمها وهي طايره. فانا بقول الكلام ده كله ليه؟ بقول الكلام ده كله عشان النهارده حواري لحضراتكم الفيديو دلوقتي، هو الفيديو بصوت يا سمير ولا لا؟ معلش ثانيه قبل بس ما تروح للفيديو، انا حواري لحضراتكم الفيديو، اهو الفيديو ده كابتن مؤمن زكريا. كابتن مؤمن زكريا طلع مع مهيب، حقه طبعا ان احنا نقول هذا الكلام، طلع مع مهيب في الام بي سي وعمل حلقه رائعه الحقيقه. فمؤمن كل الناس عايزه تقول له احنا بنحبك يا مؤمن، انت مهما تقول ومهما تعمل انت هتفضل ابن من ابناء النادي الاهلي، وهتفضل الاهلي هيفضل دايما واقف في ظهرك. فالاحساس اللي حاسه مؤمن دلوقتي والفرحه اللي عليها مؤمن اللي هتشوفوها بعد شويه دي حضراتكم السبب فيها، حتى لو راح 30 40 50 100 واحد، لكن بيمثلوا جمهور النادي الاهلي بالكامل، بيمثلوا 50 60 مليون واحد. فقد ايه انا عندي طاقة ايجابية خدتها من الفيديو ده، ان جمهور النادي الاهلي ده يا جماعة مش كده، لا جمهور النادي الاهلي عارف هو بيعمل ايه، شباب زي الفل، شباب زي الورد، هو ده اللي احنا عايزينه بالمناسبة، هو ده اللي احنا عايزينه، مش عايزين حد يخش يتكلم يخش الملعب يعني يتكلم في حاجة كده، احنا مالناش علاقة بأي حاجة بره الملعب، احنا داخلين الملعب عشان نشجع فريقنا ونحفز اللعيبة، مالناش علاقة بحاجة تانية عمرنا ما شفناها في أي بلد تاني دي. فاحنا عايزين الشباب اللي زي ده، الشباب المحترم اللي بيروح يشجع فريقه ويقف مع فريقه ويحفز فريقه، مش حاجة تانية. فقد إيه اللي يتفرج على الفيديو ده يبقى عنده طاقة إيجابية، إن أنت عندك جمهور لما هتعمل أي حاجة صح هيقف في ظهرك. عشان كده عندنا إدارة محترمة دايما دايما صوت الجمهور في ودانها، عندنا جهاز فني محترم ولاعبين محترمين دايما صوت الجمهور في ودانهم،
شغل لي الفيديو يا سمير لو سمحت وطلعني انا بره، شغل الفيديو عشان نرجع نكمل بقيه كلام. شكرا لحضراتكم، شكرا لجمهور النادي الاهلي. على لسان مؤمن بيشكر كل الناس الحقيقه اللي كانت او اللي دايما بتقف في ظهره خلال الفتره اللي فاتت، وهو دايما مقدر يعني ايه جمهور النادي الاهلي. هو ده اللي انا بقوله دايما، هو ده اللي انا بتكلم فيه دايما، ان انا ببقى عايز اوصل حاجه بقولها جمهور النادي الاهلي بيفهمها. عايز اوصل ان يوم الجمعه اللي جايه مهما حصل في المباراه، ودي طبعا صوره لما مؤمن نزل، إن شاء الله ربنا يكرمنا في المباراة يوم الجمعة، مهما حصل أثناء المباراة من استفزازات من كذا من كذا من كذا، محدش له دعوة ولا له علاقة بأي حاجة. جمهور النادي الأهلي بيتعامل بسمو ورقي وأخلاق ومبادئ النادي الأهلي. أنا هفضل أقول الكلام ده طول هذا الأسبوع لأني متأكد منه، لأني عايشه، لأني بشوفه في الشارع من الناس. خليهم يقولوا اللي يقولوه، اللي عايز يعمل حاجة يعملها، إحنا هنفضل دايماً مؤمنين. هما الناس بتقول لي كده، هنفضل دايماً مؤمنين باسم النادي الأهلي، وهنفضل دايماً عارفين إن اسم النادي الأهلي هو الرقي والحاجة الكويسة اللي إحنا دايماً بنستناها. عايزين تزعلوا من اللعيبة، ازعلوا وعنفوهم لو لا قدر الله لقيتهم مقصرين في حاجة. أنا أولكم بكون بعمل كده وبزعل وبقول لهم، أو أنا بعدكم بقول هذا الكلام هنا من خلال ملعب الأهلي اللي داخل قناة النادي الأهلي. لو حضراتكم حاسين إن اللاعبين مقصرين، اللي أنا متأكد واللي أنا شايفه، هما دلوقتي في الطيارة الحقيقة، لكن أنا اتكلمت مع معظم اللاعبين وجايين هيجوا الساعة 1 للأسف، علشان كنا عايزين نطمن عليهم، ولكن هيجوا الساعة 1 يكون البرنامج خلص. لكن لما اتكلمت مع الناس كلها، خلاص الماتش ده بجد يا جماعه، الماتش ده اتقفل وبيفكروا في ماتش يوم الجمعه. ازاي نفرح جمهورنا يوم الجمعه؟ ازاي نكسب مباراه السوبر؟ هنكسب ان شاء الله، ربنا يكرمنا وهنحتفل، بعد كده هنقفل مباراه السوبر ونلعب اللي بعد كده. نلعب يوم 23 مع سموحه، النهارده الجدول نزل وهنتكلم عن النقطه دي. لا قدر الله لو حصل اي حاجه، هنشوف ايه الاخطاء اللي عندنا ونحاول نصلحها عشان نلعب 23 وناخد الدوري. ده الطبيعي، ده النادي الاهلي. لكن احنا عايزين النادي الاهلي يكسب، وجمهور النادي الاهلي عايز لعيبته يكسبوا، وانا متاكد ان شاء الله ان لعيبه النادي الاهلي هيبذلوا كل المجهود عشان يكسبوا المباراه اللي جايه، مباراه يوم الجمعه القادمه. فدايما حضراتكم جمهور عظيم، دايما مش محتاجين ان حد يتكلم عليكم او ان حد يقول اي حاجه، لا بالعكس، انا دايما لما باجي اتكلم بتكلم من قلبي، بحس ان انا عايز اقول الكلام ده فبقوله. فعشان كده انا بقول لحضراتكم، انتوا دايما دايما الحقيقه جمهور النادي الاهلي واقف معانا، واقف مع لعيبته، واقف مع ادارته، واقف مع جهازه الفني، حتى لو زعلانين منهم في حاجه. حتى لو زعلانين منهم في حاجه بيحصل كده، بتفضلوا واقفين في اسم، لان ده اسم النادي الاهلي. فلقطه مؤمن دي بالنسبه لي النهارده، اللي يشوف الفيديو لازم تاخد منه طاقه ايجابيه تخليك تبقى عارف ان انت وراك جمهور، لازم تعمل اقصى مجهود عشان تكسب المباراه.
فانا بشكر حضراتكم الحقيقه بلسان واحد مشجع اهلاوي اللي هو انا، بقول لكم شكرا جدا على هذه المسانده الرائعه والحاله النفسيه اللي هتفرق كتير جدا مع مؤمن خلال الفتره اللي جايه. بشكركم، وفي نفس الوقت بوجه رساله المؤمن، يا مؤمن خليك دايما مؤمن. سلامات مؤمن زكريا. سنين فرحتنا وكتير متعتنا، وجه دلوقتي دورنا ندعي لك كلنا. سافر ومعاك قلوبنا، ما انت اخونا وحبيبنا. سلامة يا مؤمن، بكرة هترجع لنا. الميت مليون وراك، احنا اخواتك معاك. اوعى تفكر في شيء، خليك مؤمن يا مؤمن. بكرة هترجع يا مؤمن وتكمل الطريق. الميت مليون وراك، اخواتك معاك. اوعى تفكر في شيء، خليك مؤمن يا مؤمن. بكره هترجع يا مؤمن وتكمل الطريق. سافر ومعاك قلوبنا، ما انت اخونا وحبيبنا. وبميت سلامة يا مؤمن، بكرة هترجع لنا. وهترجع تاني لينا، وهتفضل بين عينينا. تيجي بجوان وتفرح ملايين جمهور نادي. هتفضل دايما في قلوبنا يا مؤمن، وما تقلقش من اي حاجه، ان شاء الله هترجع افضل من الاول. وزي ما انت قلت هتنهي حياتك في النادي الاهلي، وكل جمهور النادي الاهلي وكل مجلس ادارته وكل جهازه الفني وكل لاعبيه هيفضلوا دايما وراك، وهنفضل دايما في ظهرك كمؤمن كجمهور وكاداره وككل الناس. الحقيقه اتمنى له يا رب ان هو يسافر ويرجع بالف الف سلام. كان لازم ابدا بالكلام ده الحقيقه، لانه زي ما قلت لحضراتكم كلام مهم جدا جدا جدا. قد ايه الجمهور بيأثر فينا بشكل ايجابي دايما دايما. في بعض الامور طبعا بتبقى ما بنحبش نبص لها، ولكن انا متاكد دايما ان مش ده جمهور النادي الاهلي اللي بيبقى اللي بيغلط. ده مش جمهور النادي الاهلي، لان جمهور النادي الاهلي قليل قوي لما بيغلط، قليل قوي لما بيغلط. فعشان كده انا بقول لحضراتكم الفتره اللي جايه خلي بالكم ان شاء الله يوم الجمعه، وانا اسف ان انا بقى اكرر هذا الكلام كل شويه، ولكن واجب عليا ان انا اقول لكم الكلام اللي حضراتكم بتقوله لي في الشارع وانا ماشي في التليفونات، الناس اللي بتكلمني، الناس اللي ما اعرفهاش اللي بيشجعوا النادي الاهلي وبيكلموني، عايزين اقول لحضراتكم هذا الكلام، ان خلي بالنا ان احنا بنشتغل او ان احنا بنشجع باسم النادي الاهلي، بنشجع باسم النادي الاهلي. الرقي والمبادئ والاخلاق بعدها على طول يجي اسم النادي الاهلي، فهو ده اللي احنا عايزينه وهو ده اللي ننتظره، لان احنا محتاجين جمهورنا خلال الموسم بالكامل. مش عايزين حد يطلع يقول لنا يا جماعه انتوا غلطتوا فانتوا هتتوقفوا او انتوا هتتحرموا من جمهوركم، وساعتها محدش هيتكلم، محدش يقدر يتكلم. فاحنا مش عايزين الغلط اساسا، وانا متاكد وعارف ويعني عندي يقين قد ايه ان شاء الله جمهور النادي الاهلي هيبقى واقف ورا لعيبته. طيب الحقيقه برضو مباراه امبارح وضحت لينا حاجات كتيره جدا من 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 طريق او من اسلوب معين او من اسلوب. يا جماعه اقفلوا الصوت، اقفلوا الصوت يا جماعه.
زي ما قلت لحضراتكم كده، مباراة امبارح مباراة كانت ما بين النادي الأهلي ونادي كانو سبورت. المباراة دي ما حدش شافها لكن سمعناها، سمعنا قد ايه النادي الأهلي كان مسيطر على أجواء هذه المباراة من الدقيقة 1 للدقيقة 90 أو للدقيقة 93 لغاية لما الحكم نهى المباراة بالوقت الضايع. قد ايه النادي الأهلي أو قد ايه إن الجهاز الفني وضع تشكيل مختلف. كان أسهل حاجة يعمل ايه؟ أنا عندي رمضان صبحي وحسين الشحات ووليد سليمان وقدامهم مروان، لكن هو الراجل شاف المجموعة اللي محتاجها المباراة دي بناء على السيديهات أو الفيديوهات اللي شافها بالنسبة لفريق كانو سبورت، لأن أحمد الشيخ لازم يلعب، لأن مجدي قفشة لازم يلعب، لأن متولي لازم يلعب، فلعبه. دي شخصية مدرب، شخصية مدير فني عايز يعمل حاجة. أنا ما بقولش إن هو مدرب عظيم ومدرب عبقري، لا ما بقولش كده. لا ما بانش. وأنا قلت لحضراتكم قبل كده في إن لسه قدامنا كذا ماتش لغاية لما نشوف نحكم، نقدر نحكم على رينيه فايلر. ولكن أنا بتكلم إن هناك شخصية. أي مدير فني هيجي هيبص على اللي فات لعب إزاي وهيلعب زيه. على الأقل في مباراة زي دي. مباراة خارج ملعبك، مباراة رايح تلاعب فريق من الممكن جدا ان هو يكون متوسط المستوى او هو بالفعل متوسط المستوى، ولكن ما احنا زي ما اسامة حسني وبلال وكابتن حشيش امبارح قالوا اتغلبنا من فريق كسبناه هنا 2 ولا 3 ورحنا اتغلبنا منه هناك 1، كان فريق برضو متوسط المستوى. فمن الواضح ان هناك شخصية للمدرب ده، بشاير كويسة، بشاير بتودينا للفكر اللي كانت لجنة التخطيط دايما بتشتغل عليه قبل اختيار المدير الفني. نتمنى ان هو يكمل بهذا الشكل، نتمنى ان الامور امبارح حتى تغييراته مثلا لما ينزل الناس متعادل 0-0. ده لو كان مدير فني اخر كان عمل ايه؟ من اللي فاتوا يعني كان عمل ايه؟ كان قفل الملعب خلاص، قفل الملعب في الدقيقة 60، هو نزل مروان في الدقيقة 60 او نزل صلاح انا اسف في الدقيقة 50 او 55. فلما نزل صلاح كان سهل قوي، ينزل واحد في نص الملعب يقفل ويقفل على الفرقه اللي قدامه خلاص والماتش يطلع 0-0. لكن الراجل لا، طلع رمضان، طلع مروان محسن ونزل صلاح محسن. اذا هنا نفهم او نستبشر ان هذا الرجل بيفكر دائما في الناحيه الهجوميه، او ويجيد قراءه ان الفريق اللي قدامه لا عايزين نكسبه. اما طلع مجدي قفشه ممكن ينزل واحد تالت في نص الملعب، حسام عاشور او لا، اما ينزل وليد سليمان، اما وليد سليمان جايب صلاح محسن جاب الجون الاولاني ووليد سليمان جاب الجون الثاني. طبعا في موضوع التغييرات ده ربنا بيوفق كتير جدا، ان انا انزل تغييرين وربنا يكرمني ان انا اجيب ان هم اللي يجيبوا الجونين، دي حاجه جميله جدا، ولكن ان دلت فتدل ان هناك تخطيط مسبق لهذه المباراه. هو ده اللي عايزينه. لكن احنا نقول ان هو مدرب مش عارف ايه، ومش هنقول كده دلوقتي، ما نشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي خلال الفتره اللي جايه. ده مهم جدا ان انا اقوله لحضراتكم، مش زي ناس مدرب كسب ماتش قال لك ده عبقري وده، ماليش دعوه بحد، لكن انا خليني اتكلم على مدير فني للنادي الاهلي. فالفتره القادمه ان شاء الله هنشوف. عندنا مباراه مهمه جدا يوم الجمعه، مباراه مع فريق جيد، فريق نادي الزمالك فريق جيد، اللي هيقول غير كده يبقى غلطان. فريق جيد وفريق محترم وله وعنده مجموعه جيده من اللاعبين وعنده حارس مرمى ومجموعه جيده في الدفاع وفي وسط الملعب وفي الهجوم، ولكن هل هم افضل من النادي الاهلي؟ ها؟ من وجهه نظري ان النادي الاهلي افضل فريق في مصر بمجموعه ال 30 لعيب اللي موجودين معاه وجهازه الفني، الحاجات اللي انا عارفها عن الجهاز الفني. فننتظر مباراة جيدة إن شاء الله في يوم الجمعة القادم. ابذل أقصى مجهود عليك كلاعب، اعمل كل اللي تقدر عليه كلاعب علشان الجمهور في النهاية لو لا قدر الله حصل حاجة ولقاك بذلت أقصى مجهود هيطلع يسقف لك، ما عندناش مشكلة. أصل إحنا عندنا كتير فما عندناش مشكلة. بنزعل وبنتضايق طبعًا إن إحنا ما خدناش البطولة، وحضراتكم بتشوفوا الزعل ده على اللاعبين وعلى الأجهزة الفنية لو لا قدر الله حصل حاجة، ولكن في النهاية يظل دائمًا النادي الأهلي. كرة القدم فيها 3 نتائج، ودايما هقول لحضراتكم هذه الكلمة لأنها كلمة مهمة وكبيرة جدا بالنسبة لي. فكل اللي أتمناه البشاير جيدة،
ان شاء الله تتاكد هذه البشائر في مباراه يوم الجمعه، تتاكد في مباراه سموحه بعد كده. عندي جدول اهو دلوقتي، اول مباراه ان شاء الله للنادي الاهلي سيلاقي نادي سموحه باستاد الجيش ببرج العرب الساعه 5:30 يوم 23/9. جدول محترم نزل لغايه نهايه شهر يناير اللي هو نهايه الدور الاول، بتوقيتاته بمواعيده بالاستادات بفضل عدد الجماهير والجمهور هيخش ازاي، فاضل عدد الجماهير يعني كل مباراه هيبقى ليها عدد جمهور اعتقد ولكن انا ما اعرفش دي مش معلومه، ولكن انا بتوقع يعني كل ده هيتوقف على يوم الجمعه القادم على جمهور النادي الاهلي وعلى جمهور النادي الزمالك، ولكن انا بتكلم هنا عن جمهور النادي الاهلي. مش عايزين حد يفضل يقعد بابور يسخ، مش عايزين الناس تسخ، عايزين الدنيا تهدى وعايزين نشوف مباراة في كرة القدم. فريق النادي الأهلي احنا كأهلاوية بنعتبره أفضل فريق، الزملكاوية بيعتبروا الزمالك أفضل فريق، تمام، يبقى خلينا نشوف الملعب هيقول إيه. نفسنا نشوف مباراة في الملعب بعيدا عن اللي بيحصل بقى ده كله. نتمنى إن الأمور تعدي، نتمنى إن شاء الله إن الجمهور يبقى متواجد. زي ما قلت لحضراتكم اللجنة الخماسية حتى الآن في النواحي التنظيمية ماشية بشكل جيد جدا جدا. جدول الدوري اتحط، بصوا حضراتكم الجدول معايا كله اهو، يعني بسم الله ما شاء الله ورق كتير وحاجه حلوه. يعني يقول لك ايه، اول مباراه هتبقى في الدوري العام المصري السنه دي هتبقى طلائع الجيش والمقاولين العرب يوم 21/9 الساعه 3 ظهرا. تاني مباراه هتبقى الجونه والاسماعيلي في استاد الجونه الساعه 5:30. تالت مباراه هتبقى بيراميدز وامبي في استاد الدفاع الجوي الساعه 8. دي التلات مباريات اللي هتتلعب يوم السبت 21/9. يوم 22/9 الحد، انا مش هقرا لكم الجدول كله لكن انا بقرا الحاجات الحد، انا بوري حضراتكم ان احنا عندنا جدول لغايه، هقول لكم دلوقتي حالا، هات اخر صفحه يا سمير لو ينفع، لغايه يوم 24/1/2020 اخر مباراه هتتلعب في الدور الاول وادي دجله والمصري في استاد الجيش بالسويس الساعه 7:30 بالليل. هو ده التوقيتات اللي نازله في الجدول الدوري المصري الممتاز 2019-2020. فكل اللي انا بقوله ان عندنا جدول، عندنا مواعيد، عندنا مباريات هتتلعب فين، عندنا المباريات دي الاستادات اللي بتاعتها موجوده. زي ما قلت لحضراتكم هو ما فاضلش بس غير ان مين اللي هيلعب او عدد الجمهور اللي هيكون متواجد في المباريات بس، وكيفيه دخول الجمهور. فربنا يسهل ان شاء الله وكل الامور دي تتحط برضو خلال الايام القادمه. لو تفتكروا برضو انا قلت لحضراتكم ان كمان في لائحه للانضباط سيتم الاعلان عنها زي ما مصادرنا بتقول قبل يوم 21 القادم، قبل بدايه الدوري العام، بحيث ان الناس كلها تبقى وصلت لها اللائحه وتوافق عليها ويتم تطبيق هذه اللائحه على كل الانديه ال 18 نادي اللي موجودين من اول النادي الاهلي لغايه اقل ال 18 نادي كلهم انديه فوق دماغنا من فوق الاهلي وبقيه الانديه 17 اللي موجودين، ان شاء الله تبقى لائحه راضعه للجميع. واذا اخطا اي لاعب في المجموعه اللي موجوده ما تبقاش بقى فيها ايه على حسب الاهواء، ان النهارده لعيب طالع يشتم جمهور مع او جمهور فريق منافس مع جمهوره يبقى على حسب الاهواء، لا يتحط لو حتى اللعيب ده في الاهلي. انا بتكلم مع حضراتكم وانا داخل قناه النادي الاهلي، حتى لو اللعيب ده في النادي الاهلي وشايفينه ان هو يستحق او اللائحه بتقول ان هو يستحق عقوبه يتم تطبيق العقوبه دي، ولكن يتم تطبيقها على الجميع. مش حد يطلع يزعق ويتكلم ويعمل تلاقي الموضوع اتغير. لا، احنا عايزين الموضوع لائحه، لو اخطا لاعب من النادي الاهلي يتم تطبيق اللائحه عليه. لو اخطا لاعب في نادي الزمالك يتم تطبيق اللائحه عليه. اخطا اللاعب في نادي الاسماعيلي يتم تطبيق اللائحه عليه. هو ده اللي احنا عايزينه. عمرنا ما طالبنا وقلنا ان النادي الاهلي يعني ما يتطبقش عليه اللائحه، لا، طبق حضرتك اللائحه ولكن طبقها على الجميع بعد اذنك. ده اذا طلعت يعني قبل يوم 21، وانا متاكد ان شاء الله ان هي هتطلع لانها حاجه مهمه جدا جدا يجب ان تكون متواجده خلال الفتره اللي جايه.
حاضر. عايزين نفكر حضراتكم بمباراه الاهلي. انت فكرك يا عاطف؟ عاطف بيقول لي فكرهم يعني بمباراه الاهلي. هو انت جمهور النادي غير المباراه امتى ومش مستنيها ومش عارف هي امتى؟ انا هقولها يعني لانها خبر ولازم اقوله، لكن انا متاكد ان جمهور النادي الاهلي هو اللي ممكن يقول لنا مباراه النادي الاهلي امتى. الاسبوع الاول زي ما قلت لحضراتكم سموحه سيلاقي النادي الاهلي يوم 23/9/2019 الساعه 5:30 على استاد الجيش ببرج العرب. الاسبوع الثاني الاهلي سيلاقي الانتاج الحربي اللي هو يوم 2/10 الساعه 8 بالليل في استاد السلام. الاسبوع الثالث اسوان سيلاقي النادي الاهلي الساعه 3 عصرا في استاد اسوان يوم 5/10. الاسبوع الرابع الاهلي سيلاقي وصيف الدوري في العام السابق نادي الزمالك يوم 19/10/2019 الساعه 8 بالليل في استاد القاهره. الاسبوع الخامس الجونه سيلاقي النادي الاهلي يوم 23/10 الساعه 5:30 في استاد الجونه. الاسبوع السادس الاهلي سيلاقي النادي المصري مؤجل الى 5 و... بصوا حضراتكم كمان ده الواحد يعني لولا الملامه يعني يلا. الاهلي سيلاقي النادي المصري وبعدين بين قوسين مؤجل الى 5/1/2020 الساعه 7:30 في استاد الجيش ببرج العرب. تخيلوا حضراتكم ان ده بيحصل. انا هقوم اصلي ركعتين لله ان انا شفت حاجه زي دي. يعني الاسبوع السادس الاهلي سيلاقي النادي المصري فقال لك ايه؟ مؤجل الى 5/1/2020 الساعه 7:30 في استاد الجيش ببرج العرب. ماشي. الاسبوع السادس او السابع دجله سيلاقي النادي الاهلي 25/11/2019 الساعه 7:30 في استاد بترو سبورت. الاسبوع الثامن الاهلي سيلاقي حرس الحدود من 2/5/12/2019 استاد القاهره، يعني يا اما يوم 2 يا اما يوم 3 يا اما يوم 4 يا اما يوم 5، هتبقى على حسب المباريات الافريقيه للنادي الاهلي ان شاء الله يعني. الاسبوع التاسع الاسماعيلي سيلاقي النادي الاهلي يوم 11/12 الساعه 7:30 في استاد الجيش برج العرب. الاسبوع العاشر الاتحاد الاهلي والاتحاد 15/12 الساعه 7:30 استاد القاهره الدولي. الاسبوع ال11 المقصه في الاهلي 19/12/2019 الساعه 7:30 في استاد السلام. الاسبوع ال12 الاهلي في اف سي مصر 23/12/2019 الساعه 7:30 استاد القاهره. الاسبوع ال13 الاهلي وطنطا يوم 2/2/2020 الساعه 7:30 في استاد القاهره. الاسبوع ال14 المقاولين العرب في الاهلي 10/1/2020 الساعه 7:30 استاد بترو سبورت. الاسبوع ال15 الاهلي وامبي 14/1/2020 الساعه 7:30 استاد القاهره الدولي. الاسبوع ال16 بيراميدز والاهلي يوم 18/2020 الساعه 7:30 في استاد الدفاع الجوي. ثم اخر مباريات الدور الاول الاسبوع 17 الاهلي وطلائع الجيش يوم 22/2020 الساعه 7:30. وزي ما قلت لحضراتكم هتبقى مباراه النادي المصري المؤجله من الاسبوع السادس ستؤجل الى يوم 5/2020. إذن دي مواعيد وملاعب الأهلي في الدور الأول بالدوري العام المصري. بنهنئ الحقيقة اللجنة الخماسية إذا كان هناك شيء جيد بنقوله، وبنثني بمنتهى الشفافية وبمنتهى المصداقية على ما حدث. هو ده أهم حاجة بالنسبة لنا، إن احنا نشوف جدول بمثل هذا الترتيب. نتمنى أن الترتيب ده يمشي. كل اللي كان ناقص بس ان الاهلي سيلاقي مثلا طلائع الجيش يوم 22/2020 الساعه 7:30 في القاهره الدولي بحضور 10,000 متفرج مثلا، او 1000 متفرج او 5,000 زي ما يتم اقرار الموضوع. ولكن انا متاكد ان الناس مستنيه تشوف علشان او المسؤولين مستنيين يشوفوا عشان ان شاء الله يقدروا يزودوا عدد الجمهور خلال الفترات القادمه. طيب زي ما قلت لحضراتكم وزي ما كنا بنتكلم عن مباراة النادي الأهلي وكانو سبورت، هناك مكاسب كثيرة جدا في هذه المباراة. أهم هذه المكاسب من خلال هذا التقرير. نطلع نشوف هذا التقرير عن أهم مكاسب مباراة كانو سبورت والنادي الأهلي ونرجع نكمل مع حضراتكم.
حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي العديد من المكاسب عقب الفوز على نظيره كانوسبورت بطل غينيا الاستوائية بهدفين نظيفين في ذهاب دور الاثنين والثلاثين لدوري أبطال إفريقيا. جاء هذا الفوز الذي حققه الأهلي خارج الديار ليمنح فايلر ثقة الجمهور الأحمر بعدما نجح في اقتناص الانتصار في ظروف صعبة وعلى ملعب أرضيته سيئة، خاصة وأن الأهلي قدم أداء جيدا وأحرز هدفين وأضاع بعض الفرص، حيث جاء الفوز في وقته بالنسبة للمدرب السويسري خلال مباراته الرسمية الأولى مع الفريق. الأهلي حقق فوزا خارج أرضه ليمنح سلسلة عدم الفوز خارج ملعبه التي لم يحققها من خلال فترة طويلة وليكسر هذه السلسلة، حيث كان آخر فوز حققه الأهلي خارج أرضه في بطولة دوري أبطال إفريقيا بالنسخة قبل الماضية عندما فاز على الترجي التونسي بهدف من دون رد، وذلك ضمن منافسات دوري المجموعات في المباراة التي أقيمت بتاريخ 17 من أغسطس عام 2018. يعد الحصول على دفعة معنوية قوية قبل مواجهة الغريم التقليدي الزمالك يوم الجمعة المقبل على لقب بطولة كأس السوبر المصري من أبرز المكاسب، حيث سيخوض اللاعبون والمدرب السويسري اللقاء بمعنويات مرتفعة سعيا نحو التتويج بالبطولة وإسعاد الجماهير الحمراء. من المكاسب أيضا تمكن الجهاز الفني خلال هذا الانتصار من الحكم بشكل عملي على لاعبيه من خلال مباراة رسمية في أجواء صعبة، وتمكن من تكوين رؤية عملية بشكل مبدئي على لاعب الفريق، بجانب أن الفوز ذهابا خارج الأرض سيمنحه فرصة كبيرة للاستعانة بلاعبين آخرين في لقاء العودة، مما سيعطيه أريحية كبيرة بعدما وضع قدما في دور المجموعات للنسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا. طيب خلينا نروح بقى لأخبار النادي الأهلي. النهاردة مجلس إدارة النادي الأهلي يكرم أبطال النادي في احتفالية غدا إن شاء الله. بكرة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب سيقيم حفل تكريم للعديد من أبطال النادي الذين حققوا إنجازات عربية وإفريقية وعالمية مع النادي أو المنتخبات الوطنية. وقام الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بترشيح 124 بطل من أبناء النادي الأهلي لتكريمهم في الحفل المقرر إقامته. والعميد محمد مرجان قال، المدير التنفيذي طبعا للنادي الأهلي، قال إن الحفل سيقام في تمام الساعة 7 مساء غدا الاثنين بفرع الأهلي بمدينة نصر، انطلاقا من اهتمام مجلس الإدارة بكل المواهب في جميع الألعاب. وأنا بتكلم كده مع حضراتكم استوقفني 124 بطل. الرقم ده بيدل على عظمة النادي الأهلي وعلى أن النادي الأهلي عندما يكون قويا بتلاقي دايما المنتخبات المصرية بكل طوائفها بقى كورة وسلة وطايرة ويد وكاراتيه وتنس طاولة كل حاجة، لأن 124 لاعب وبطل من أبطال النادي الأهلي اللي شاركوا مع المنتخبات الوطنية ومع النادي في كل الفترة اللي فاتت، أعتقد أن ده رقم يدل على قد ايه عظمة النادي الأهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ بيقول الفوز على كانو سبورت مهم ونركز حاليا في مباراة السوبر. الأهلي بيصرف مكافأة الفوز للاعبين على بطل غينيا الاستوائية وفقا لما تنص عليه اللائحة. إن شاء الله بعثة النادي الأهلي تعود إلى القاهرة بعد قليل، إن شاء الله الساعة 1 بالليل يرجعوا بالسلامة، وإن شاء الله بكرة أعتقد هيبقى إجازة، وبعد بكرة يبدأوا التمرين بقى إن شاء الله. هيتمرنوا بكرة؟ طيب ماشي بالراحة يا سيدي. ما عندناش وقت صحيح كله ورا بعضه، بالتالي بكرة هيبقى في تمرينة خفيفة للناس اللي لعبت والناس اللي لعبت المباراة كاملة، وبعد كده إن شاء الله تتم بقى استئناف التدريب مع بقية اللاعبين برضه اللي هيبقوا بيتمرنوا بكرة إن شاء الله. الأهلي بيستأنف تدريباته غدا استعدادا، ده أنا ما بصيتش حتى في الخبر اللي بعد كده. الأهلي بيستأنف تدريباته غدا استعدادا لمواجهة نادي الزمالك. بعثة النادي الأهلي تصل القاهرة فجر الاثنين، والأستاذ طارق أنديل بيقول الأهلي تحدى ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة في غينيا الاستوائية. أنا الحقيقة لعبت في غينيا الاستوائية قبل كده، حاجة صعبة جدا جدا جدا، جو حر جدا ويعني رطوبة غير طبيعية.
غير طبيعيه، رطوبه بقى ومطر، يعني الناس تقول لك حر ازاي ومطر، هي افريقيا كده يا جماعه. وليد ازارو يخضع لاشعه رنين مغناطيسي غدا لتحديد موقفه من مباراه السوبر. ايضا ايمن اشرف ينتظم في التدريبات الجماعيه للاهلي بعد تعافيه من اجهاد الخلفيه. محمد مجدي قفش قال ان الفوز على كانو سبورت منحنا دفعه معنويه قويه قبل مواجهه نادي الزمالك. صلاح محسن بيقول مروان محسن المهاجم الاول في مصر. طبعا يعني كلام محترم من احد النجوم المستقبل الحقيقه، النجم الكبير الحقيقه صلاح محسن. نتمنى له يا رب دوام التوفيق خلال الفتره اللي جايه. دي كانت اخبار النادي الاهلي النهارده. خلينا نطلع فاصل وهنستقبل ثلاثه من نجومنا الكبار، النجم الكبير الكابتن فتحي نصير، النجم الكبير الكابتن ابراهيم عبد الصمد، النجم الكبير الكابتن ماهر همام. هنتكلم معاهم عن جدول الدوري العام المصري، كيفيه التحضير لمباراه القمه القادمه، مباراه السوبر المحلي. هنتكلم عنهم اشياء فنيه كثيره جدا خلال هذه الفتره. هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نستقبل نجومنا الكبار. وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن فتحي النصير. ازيك كابتن فتحي؟ يا كابتن اسلام، حضرتك ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. ده النجم الكبير كابتن ماهر همام. ازيك كابتن ماهر؟ امال حضرتك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام. النجم الكبير كابتن ابراهيم، انتوا غيرته امتى؟ لا هو بيحب يلعب سنتر هاف، فقال لي اقعد هنا عشان انا اخد الكوره العاليه. ما انت بتلعب بشمالك يا كابتن، كنت قاعد انت هنا جنب الخط. ما انا قلت كابتن ابراهيم على اساس كورسات اقدر انا اطلع بيها. وكابتن فتحي يشاور لكم بقى من بعيد. عشان تغيير كده في فجاه كده. انا كنت باصص كده فجاه لقيت الكابتن غير. بس مفيش مشكله، نورت يا كابتن ابراهيم. ربنا يخليك يا كابتن اسلام، ربنا يخليك. يعني دايما واحد طبعا هنا ولا هنا؟ يعني لا حبيبي، كل واحد. كابتن فتحي، يعني خليني ابدا مع حضرتك الاول بلقطه. او انا بالنسبه لي لما شفت الفيديو ده يا كابتن فتحي بتاع مؤمن وجمهور النادي الاهلي لما راح لمؤمن، بقى عندي طاقه ايجابيه ان انا اتكلم مع الناس، وان انا حاجه جميله جدا، وحاجه من وجهه نظري هي حاجه انا متحمس ليها جدا، ان انا الاقي جمهور واقف تحت بيتي لمجرد ان هم يبقوا واقفين معايا ويشجعوني ويسلموا عليا ويسقفوا لي ويعملوني. اعتقد ان ده شيء جيد جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. مبدأنا يا كابتن اسلام، هي اولا كره القدم هي اللي دايما بتحبب وبتقرب الناس وبتخلي الانسان او الناحيه الاجتماعيه دي مرتبطه جدا. فمؤمن غير ان هو في النادي الاهلي قبل كده كان برضو في نادي الزمالك، والراجل ادى برضو مباريات لعبها. وبعدين لا تنسى ان جمهور النادي الاهلي بيستمد رؤيته وقوته من خلال ادارته. يعني اداره النادي الاهلي طبعا هي اللي بدات العنوان، بدات الكتاب، ان قرار مجلس الاداره بعلاج مؤمن على نفقه النادي الاهلي رغم ان هو غير يعني مسجل من ضمن ال 30 او مش مقيدين عندنا، لكن مؤمن واحد من ابناء النادي الاهلي، واحد من اللي بيلعبوا في النادي الاهلي، واحد كان من ناشئين النادي الاهلي. فبالتالي هذا القرار قرار كان جريء وقرار سليم لمجلس الاداره. اذا الجمهور بيستمد، شاف الاداره عامله ايه واتجاه الاداره ايه والاداره الفنيه والاداره. وهنا في القناه برضو انت قدمت كتير واتكلمت على مؤمن كتير بالنسبه لهذا الوضع، فالجمهور رد فعلهم ده الطبيعي ان هم بيعملوه لاحد لاعبين النادي الاهلي، ان احنا واقفين جنبك. طبعا دي حاجه معنويه، وان شاء الله باذن الله اي واحد فينا بتجيله فتره الحياه كلها ما بتستمرش، الحياه مش كلها ورديه على طول، شويه طبعا بتبقى فوق وشويه تبقى تحت، بيجي لك مشاكل، بيجي لك اصابه، بيجي لك مرض، وده كله من عند الله سبحانه وتعالى.
فأي بلاء الواحد بيبليه، لكن إن شاء الله بإذن الله هذه الفترة بتثبت معدن جمهور النادي الأهلي ومعدن إدارة النادي الأهلي ومعدن المسؤولين في النادي الأهلي إن في تلاحم وفي اتفاق على حب هذا اللاعب وإزاي إن احنا نقف جنبه. والحقيقة أنا برضو نشكر كابتن إسلام كل من اللي هو لا ينتمي للنادي الأهلي، وشفتهم الحقيقة كلهم وقفوا معاه لاعبين أو إداريين أو كده من خلال السوشيال ميديا أو الإعلام والكلام ده، دي حاجة جميلة إن هي دي كرة القدم دايما تجمع ما بتفرقش. تمام كابتن ماهر، لما شفت الفيديو ده برضو أنا بصراحة فرق معايا نفسيا ومعنويا وكل شيء، حضرتك شفته إزاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا إسلام، يعني النادي الأهلي طول عمره يعني مخلص لأولاده، النادي الأهلي طول عمره سباق في المواقف اللي بهذا الشكل، بتلاقي النادي الأهلي بياخد المبادرة من خلال مجلس إدارته بقيادة الكابتن محمود الخطيب، والكابتن محمود الخطيب طبعا كان لاعب قبل كده في النادي الأهلي ومنتخب مصر وبيقدر الظروف اللي كان فيها مؤمن زكريا. عايز أقول لك إن مؤمن ابن من أبناء النادي الأهلي المخلصين، يعني تربى في النادي الأهلي، يعني عارف معنى إيه مبادئ النادي الأهلي، عارف معنى إيه ولاد النادي الأهلي، عارف معنى إيه حب النادي الأهلي. فطبعا مؤمن عنده الإحساس ده، وعارف إن طبعا يمكن مجلس الإدارة شغله الشاغل الفترة اللي فاتت ديت المباريات والجدول والاجتماعات يمكن بعده شوية عن مؤمن، لكن طبعا بعد ما خلصت كل الاجتماعات والتصورات للموسم الجديد طبعا الكابتن محمود الخطيب هو فكره مؤمن حاسس بيه، اتصل بيه وكلمه وقال له ان الفتره اللي جايه دي ان شاء الله باذن الله هيبقى علاجك على نفقه النادي، ودي اقل حاجه بيقدمها مجلس اداره النادي الاهلي. من امتى قال له الكلام ده يا كابتن؟ نعم، من امتى قال له الكلام ده ومن امتى تم اتخاذ مثل هذا القرار؟ حضرتك عارف يعني اللي انا عرفته ان بس يمكن كانت ظروف مجلس اداره اسلام في الفتره ديت بدايه موسم وعندك نهايه. هو الاهلي ما بيحبش يعني انه يتكلم يا كابتن في مثل هذه الظروف، هو كابتن يعني هو النهارده الناس بتطلع تقول لك ايه احنا هنساعد وهنعمل وهكذا بيزايدوا، في ناس في البعض طبعا بيزايد في الكلام على مؤمن، ولكن النادي الاهلي متخذ هذا القرار من شهرين. انا لما عرفت مثلا كلمت الناس في مجلس الاداره قلت لهم يا جماعه عايزين نعمل كذا كذا، قال لك لا يا جماعه دي حاجه طبيعيه، ده النادي الاهلي بيعمل كده طبيعي، ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي بالظبط من شهرين، ومؤمن نفسه قال كده، فالناس دلوقتي طالعه بتزايد. فعشان لكن هو من شهرين او بعض الناس طبعا مش الناس مش كل الناس بعض الناس طلعت زايد على اللي بيحصل، ولكن النادي الاهلي عامل كده من شهرين، وده مش جديد يا اسلام على النادي الاهلي، مش جديد على مجلس اداره النادي الاهلي، مش جديد على اولاد النادي الاهلي. وعايز اقول لك ان طبعا حتى موقف اللاعبين موقف الجمهور، لان جمهور النادي الاهلي حاسس بلعبته، عارف ان لعبته دي ياما فرحته ياما جابت له بطولات، عيشته في اجواء البطولات واجواء الفرح. اللاعبين كمان طبعا بالنسبه لهم ده زميل ليهم، يعني كل زمايله اللي موجودين ومعظمهم عشره مؤمن داخل النادي وخارج النادي حتى في المنتخب، فطبعا حتى موقف اللاعبين كمان كان موقف يحسب له. وعايز اقول لك ان هي دي روح الفنانه الحمراء، عايز اقول لك ان دي عائله النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب بيتكلم عليها في كل اجتماع او في كل قعده، هي دي عائله النادي الاهلي اللي احنا بنشوفها، مش جديد على مجلس الاداره، مش جديد على اللاعبين، مش جديد على جمهور النادي الاهلي الوقفه اللي وقفوها مع مؤمن. مؤمن يستاهل من خلال شخصه، من خلال ادائه، من خلال حبه للنادي والعطاء اللي اداه للنادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت. احنا شفنا مؤمن الفتره ديت محتاجينه بشكل كبير جدا، خصوصا في الحته الهجوميه مأثر معانا بشكل كبير، فنتمنى ان شاء الله الشفاء العاجل والعوده بسرعه الى ملاعب كره القدم ان شاء الله. كابتن ابراهيم برضو شفت الفيديو ده ازاي من وجهه نظرك؟ احنا دايما بنقول الجمهور ده نمره واحد، هو اللي بيساندنا في كل المواقف، سواء لو في بتحصل كبوات للنادي او للعيب معين، ان الجمهور بيقف وراه وبيسانده اكبر مسانده. فاحنا دايما نقول جمهور النادي الاهلي ده هو السبب نمره واحد في الكفاءات اللي بتبقى موجوده، انه يزود كفاءاتها الفنيه، فالجمهور واقف ورانا في كل حته، فاحساسه احساسه باللي حاصل لمؤمن
ده احساس كانه فرد من افراد الجهاز الفني. فاحنا الحقيقه دايما بيقف معانا الجمهور، بيقف معانا قلبا وقالبا في كل المواقف بتاعتنا، بيبقى ويانا في كل حته. ايام ما كانت بتذاع الماتشات، ايام ما كنا بنلعب احنا، كان ويانا في كل المحافظات بيجي ويانا. المجلس اداره مش جديده عليه انه يقف جنب لاعب من لاعبي النادي الاهلي، مش جديده، مواقف سابقه كتير جدا من ايامنا احنا. لا يألو جهلا ان هو يعالج اي حد في الخارج او في الداخل على نفقته، ما كانش بيعلن عنها، بس نظرا للظروف اللي موجوده وفي ايماءات معينه اليومين دول على موضوع مؤمن، ابتدى النادي الاهلي يعلن، مع ان الموضوع ده متاخد مثلا من شهرين، يمكن من قبل شهرين كمان، عشان ما حدش يقدر يزايد على مجلس الاداره. مجلس الاداره دايما بيقف جنب ولاده وجنب لاعبته، ومؤمن ده من اللعيبه الممتازين اللي احنا حاسين بنقص في الناحيه الشمال من ساعه ما مؤمن جات له الاصابه دي. ربنا ان شاء الله باذن الله يشفيه ويرجع لنا تاني ان شاء الله سليم معافى، ويرجع لناديه، وان شاء الله باذن الله نحقق البطولات من ناحيته، وهو يبقى السبب المباشر في احرازنا البطولات ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. كابتن فتحي، يعني حضرتك كان عندك اعتراض على جدول الدوري لما قلت لي في البدايه. لا، هو مش موضوع اعتراض، احنا اتفقنا ان احنا بنمشي بمنظومه علميه. نعم. منظومه علميه يعني ايه؟ يعني احنا هنلعب دوري. الدوري ده ما فيش بقى دوري مضغوط ولا دوري كده. اي مباراه بتتلعب لابد ان انا ادي للفرقه 72 ساعه. ما اداش 48 ساعه. ايوه. بدليل شوف بطولات كاس العالم ما بين مباراه ومباراه. بطولات كأس أمم أفريقيا هنا ما بين مباراة ومباراة على الأقل 72 ساعة على الأقل، لكن مش 48 ساعة. فالحقيقة أنا شايف هنا مباراة الأهلي وإنتاج الحربي هيلعب 3-10، وبعدين أسوان والأهلي 5-10. أسوان والأهلي يعني الأهلي هيسافر بطيارة. ما أسوان دي مش هتسافر بقى قط. صح. هتسافر بطيارة. إذا هناك سفر يوم من ال 48 ساعة من يومين الراحة، يعني هتلعب النهاردة تسافر بطيارة يعني ده، وترجع تاني تلعب الماتش وتيجي. أيوة. الكلام ده كمان برضو عشان ما يبقاش تحيز للنادي الاهلي، نفس القصه عند نادي الزمالك برضو مدين لهم 48 ساعه. رجاء من مسؤولين عن وضع هذه الجداول. طيب هو تقريبا في ماتش يا كابتن، او مش تقريبا، هو ماتش الاهلي مباراه كانو سبورت الثانيه ماشي، هتبقى يوم 27 او 28 او 29، فهي غالبا هتتعمل 29 عشان يبعدها عن الماتشات. لا، هما الماتشين دلوقتي دولت جوه مصر، الماتشين في الدوري المصري. لا انا فاهم، انا بتكلم حضرتك ليه يمكن بعده مباريات الاهلي. خلينا نتكلم على الاهلي، مالناش علاقه بحد تاني، لكن انا بتكلم على الاهلي ليه خلوا ماتش الاهلي 2-5 سوري 2-10، يمكن عشان الماتش هيتلعب 29/9 انا اسف، مباراه كانو سبورت العوده 29، يبقى يدي 30/31 زي ما حضرتك قلت 72 ساعه. لكن الماتش الثاني هيبقى 48 ساعة. في ماتشين بغض النظر، ما هو لعب ثلاثة هيلعب خمسة بعد كده. أنا كان يلعب ثلاثة يلعب ستة، ما يلعبش خمسة، لأن في سفر ولازم 72 ساعة مش 48 ساعة. مش أنا اللي بقول ده، العلم اللي بيقول والفكر اللي بيقول والتخطيط الصح اللي احنا عاوزين نتكلم بقى صح، وعاوزين بداية الموسم ونقول يا هادي وسعداء بهذا الجدول اللي هو يعني اتعمل لاول مره بشغل مظبوط، بس عاوزين الاحترافيه بقى. ايه هي دي؟ الحتت الفنيه شويه اللي عايزه ناس كورجيه، ناس بتوع كوره، ناس يحسوا بيها، يعرف فتره الراحه قد ايه. فدي انا شفتها في الجدول، ما الجدول شكله حلو، فما تبقاش بقيه الايام فيها 72 ساعه الا الماتش ده. والماتش ده انا بقوله من دلوقتي، الماتش ده في سفر للنادي الاهلي لاسوان. طبعا اذا في سفرين من ضمن اليومين، يعني اذا اليومين دول هتسافر منهم يوم كمان. فين الراحه بقى؟ يعني هي مش سفر قوي، حوالي ساعه الا ربع. لا لا لا، ما فيش ساعه الا ربع كابتن دلوقتي، هي الربع اسوان. لا هي ساعه وربع، عقبال هتروح الطياره، وعقبال ما بتخش المطار وتطلع من المطار وتطلع من السفر. سفر يا كابتن ابراهيم،
الساعة واسوان كابتن اجواء زي افريقيا كمان. بلاش بلاش سفر بلاش سفر خالص، هيتعملوا الاثنين في القاهره. الماتش الساعه 3 الظهر. الساعه 3 الظهر في اسوان كابتن، كمان افريقيا بالظبط. ايوه اذا مفيش 48 ساعه. يعني احنا دايما بنقول يا ابو كباتن مجلس اداره جديد في الاتحاد وجو جديد بالنسبه ليهم. هم عايزين يعني حاجه كويسه انهم عملوا الجدول منتظم الراوند الاولاني كله. يعني هو كابتن فتحي قصدي لازم نقف وراهم. احنا لو ليه عملت يعني لو عملتها 6 9 6 10 6 يوم يعني يوم مش هيحصل حاجه. وبعدين انت لما او يمكن بقى لما هتعملها الظهر وانت لاعب اخر ماتش بتاعك اللي انت لعبه هنا لعبه 8 بالليل، يبقى الماتش اللي بعديه هيبقى لازم تلعب الماتش عشان 48 ساعه كمان تلعبه 8 بالليل، انت لعبه 3 الظهر يعني اقل من يعني اقل من 48 ساعه. واسوان يا كابتن ما عندهاش مفيش اضواء خلاص موجوده. لكن عايزه صيانه. احنا هو دلوقتي من دلوقتي يا جماعه الكابتن فتحي بيحذر من مباراه النادي الاهلي والانتاج الحربي اللي هي يوم 2/10 الساعه 8 بالليل في استاد السلام، والاسبوع الثالث مباشره اسوان والاهلي 5/10 الساعه 3 الظهر في استاد اسوان. يعني ما كملش 48 ساعه بتلعب ماتش ثاني وفيها سفر. ما في لعيبه يا جماعه احترافيه بقى، ناس محترمين اللي جم الخمسه جابوا اللي جاب. ممكن فكره ممكن فكره هنا استاد السلام، المباراه دي في استاد السلام اهو يعني قريبه من المطار. قريبه من المطار. قريبه مع بعض. كويسه. ايه رايك؟ طبعا نريح الدنيا. لا طبعا السلام عند الكابتن ماهر هناك في الانتاج الحربي. بالظبط كده. فيعني ممكن ايه رايك يا كابتن ماهر؟ عندنا ورا ال ورا ايه رايك؟ في مطار. طبعا. لا ده اللي ورا ده حاجه ثانيه، احنا هنروح الثاني برضو قريب. لا احنا مش بص يا كابتن اسلام، طالما انتوا ابهرتونا بالنظام ده فبرضه بنقول لكم لازم الناحيه الفنيه على الاداريه. هي اعتقد الكابتن سعد حفيظ هيتكلم في الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه اعتقد. يعني احنا برضه بنقولها من هنا كفنيين. في يعني تاني يا كابتن حاجه بصيت على بقيه الجدول ولا هو ده بس؟ لا هو تقريبا هو لا هو الماتش اللي بعديه على طول يوم 19 في 14 يوم. لا ما هتلاقي ال 14 يوم ده اما منتخب يا اما افريقيا. عندك بطولات افريقيا. وبعدين عندك لا في كلام. لا قصدي يعني يوم مش هتفرق يعني يخلوه 6 يعني تاكيدا من كلامك. لا ما في ماتشات في الدوري 6. لا يعني يبقى يوم 6 يعني يبقى ما انا لا ما انا بقول لحضرتك اصلا في ماتشات دوري في هنا في الدوري يوم 6 صح يعني موجوده والملعب مش هو الملعب فما ايه المشكله يعني. ما انا بقول تاكيدا لكلامك انا معاك يعني التاجيل يوم لا لا هو هو كابتن فتحي عايز اقول لحضرتك حاجه. احنا طبعا فرحانين ان اول مره يتحط جدول بالشكل ده الكمال لله سبحانه وتعالى. اول مره الناس يبقى عندها يعني نوع من التركيز. تصدق الزمالك هيلعب يوم 6 برضه عنده يومين. لا بس هو لاعب متاخر يعني ايه لعب؟ ما هو هيلعب يوم 6 بس قبل يوم 6 لعب كام؟ ما انا قلت برضه 48 ساعة. بس مش عنده صف. الماتش اللي قبليه يوم كام؟ يوم 4. يبقى يومين. سوري يوم هقول لك يوم كام؟ الجدول الأسبوع الثاني أهو. ما أنا شفتها. شفتها حضرتك؟ طيب يعني الأهلي والإنتاج هيبقى الساعة 8 ثاني يوم الزمالك صح اللي هو يوم 3. طب ما نفس الكلام برضه. يومين. يوم 3 ل 6. نفس الكلام اللي هو 4 و5 ويلعب 6 وهيلعب 6 وهم 48 ساعة. الاهلي الاهلي يوم 2 ويوم 5 هياخد 3 و4 ويلعب يوم 5 ويلعب 5 بس. الاهلي بقى هيسافر اسوان وهيلعب الساعة 3 الظهر مش قاعد في القاهرة وهيلعب في توقيتات بالليل. اذا كنتوا عاوزين نشتغل علمي صح عاوزين نشتغل جدول خلاص هو الجدول كده شكله حلو. تمام احنا اسفين يعني ان احنا لا لا يا فندم كده بس تقول انا ولا انا ماليش دعوه. لا 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 ملحوظه اداريه فنيه. انا معاك انا بنقول حكمه معاك. دي حته فنيه في الجدول وليس اداريه، هي فنيه. اللي يحسها الفني اللي لو واحد هو بتاع الكوره اللي لازم ياخد باله يعني لازم ياخد باله من الحاجات دي. ممكن تبقى في خليني بس اتاكد تاكدوا لي يا جماعه ان الماتشات ان شاء الله ان النادي الاهلي صعد لدور ال 16 مجموعات. اعتقد المجموعات هتبقى مجموعات. في ماتش في الوقت ده او منتخب حاجه من الاثنين ما انا مش عارف. هنعرف دلوقتي ونقول لحضرتك. بعد اذنكم اعرفوا قولوا لي كابتن مال عندك اعتراض على الجدول او شايف لا ايه لا. لو عندك ايجابيات لا انا عايز اقول يمكن الكابتن فتحي اتكلم على الملحوظه الفنيه. عايز اقول كمان ان الجانب الاداري ان هم فعلا قعدوا يتريثوا لحد ما وصلوا انه يقدر يحدد لنا دوري من بدايته يوم 21/9 لحد الدور الاولاني ينتهي في يناير. ده برضك كابتن فتحي يعني مجهود يشكروا عليه من البدايه.
يعني واضح والله الحاج عمرو حسين برضه ساعات كان بيعمل كده ساعات. يعني يمكن الحاج عمرو حسين في السنتين اللي فاتوا اسلام كان مضغوط بشكل كبير جدا بصراحه يعني بالظبط. الاهلي بيلعب في افريقيا والزمالك وبطولات عربيه وغيروا شكل صح فالامور كانت صعبه عليه جدا بصراحه يعني. لكن السنه دي واضح ان اللجنه الخماسيه بقياده طبعا الاستاذ عمرو الجناني والاخوه المساعدين ليه معظمهم بتوع كوره واضح قوي ان هم مع لجنه المسابقات قعدوا وحصل نوع من الاستقرار في خروج شكل للدوري من بدايه 21/9 لنهايه شهر يناير. فده يمكن يعني اذا كان بيدل فبيدل ان احنا داخلين على منظومه اداريه فيها شيء اداريه تنظيميه فنتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا نكمل المشوار ببدايه الدور الثاني على الشكل والاداء اللي هم نهوا به جدول الدوري العام هذا الموسم. تمام. وفي ملاحظه الاهلي والمصري موجود تاريخ 5/1 مؤجل ل 5/1. تمام. دي برضه يعني بدون اسباب يعني الاهلي والمصري الاسبوع السادس مؤجل مؤجل يوم 5 ده مؤجل 3 اشهر يا ابو كباتن. ممكن أيوة افريقيا عشان افريقيا مؤجل 3 اشهر ملوش ميعاد هنا مش عايزين يسكنوه عندك ماتشات افريقيا المصري له في البطوله والاهلي في البطوله فطبعا مش هيقدر فبيأجلوه عادي بس يعني. هي دي الملاحظه صغيره كده بس لكن انت حضرتك شايف الباقي لا ده اولا حاجه جميله ولازم نقف قدام مع مجلس اداره الاتحاد منظومه جديده اول مره يطلع جدول محترم كده بالتواريخ بتاعته بالمواعيد بتاعته الدور الاولاني كله حتى واخدين بالهم من المؤجلات الماتشات بتاعت افريقيا وخاصه ان احنا عندنا 4 نوادي السنه دي مشتركين 2 في البطوله و2 في الكونفدراليه فواخدين بالهم من كل القصه ديت. اتمنى ان شاء الله باذن الله ان ما يحصلش فيه تعديلات في وسط ما احنا شغالين يبقى ملتزمين بالناس بالجداول بالمواعيد اللي هم حاطينها ان شاء الله وباذن الله وباذن الله ان شاء الله الدور الثاني يبقى برضه اكثر انتظاما باذن واحد احد ان شاء الله. طيب خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنرجع نتكلم عن مباراه كانو سبورت ونشوف وجهه نظر كباتن مصر الكبار كابتن فتحي كابتن ماهر كابتن ابراهيم عن وجهه نظرهم في هذه المباراه اللي سمعوها بس كابتن فتحي بيقول لي ان هو اتفرج عليها بس اتفرجت عليها فعلا كلها يعني الصوره مش بيور 100 مش واضحه 100% للاسف كانت الامور صعبه جدا لكن شفناها يعني تمام. خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنرجع نتكلم مع كابتن فتحي عن كابتن فتحي وكابتن ماهر طبعا وكابتن ابراهيم بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى كابتن فتحي. مباراه كانو سبورت اولى مباريات النادي الاهلي مع رينيه فايلر. اولا كيف رايت هذه المباراه وفوز النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء؟ اولا انتوا الحقيقه قمتوا بمجهود كبير قوي هنا في القناه ربنا يخليك يا كابتن ونقلتونا اكن الواحد عايش في الملعب صح. يعني من خلال انت عشان كده بتقول لي الصوره مش كده الصوره مش واضحه يا كابتن شكل لي يا كابتن فتحي احنا كان نفسنا نجيب لك الصوره دي تبقى ايه بس ما جاتش الصوره للاسف. انت جبت لنا يعني الحقيقه نقلت يعني على الاقل لان مفيش حاجه خالص يعني كل الناس ما هتجيبها منين لكن قناه الاهلي من خلال الاستوديو عندك حسستنا ان احنا لا دي حقيقه ان انا جوه الملعب الشريف شعبان الحقيقه من هناك وبقيه اللاعبين وبقيه الكرو اللي كان هناك وكل الناس اللي هنا الحقيقه كله عمل عرفت يعني. لا يعني عرفت انت تعمل توليفه كده او تلم اللمه او تقربنا شويه او تنقلنا هناك اكن احنا موجودين هناك الحمد لله كابتن طبعا يعني فدي حاجه كانت يعني تحسب للقناه يعني طبعا طبعا موجودين كده يعني المباراه طبعا انك كبدايه مدرب ايوه وبيبدا بهذه المباراه وبيبدا بهذه القوه الهجوميه المتزنه. يمكن احنا قبل المباراه لو تفتكر يا كابتن اسلام قلنا اهم حاجه له لازم يكون عنده اتزان والتزام اتزان ما بين الدفاع والهجوم والتزام في الواجبات دفاعيه او هجوميه
ودي اللي كانت مسيطرة على الفرقة. أيوة. أو ده الظاهرة بتاعت الفرقة. كانت النتيجة إنك أنت كسبت اتنين وكان ممكن تكسب أربعة. في واحدة في القايم. ف يعني برضو فرصة سهلة جدا كان النتيجة. أحمد الشيخ أعتقد. وبعدين فرصة تانية برضو انفراد السلية. يعني كل دولت كان ممكن النتيجة بدل ما اتنين كانت تبقى أربعة وخمسة. نتيجة إيه؟ الالتزام والاتزان. اتزان في ان انا ما بهاجمش بكل فرقه، في صاحب هاجم ازاي مع الحرص الاخيري، والتزام ان انا اول ما بفقد الكوره كل واحد له دور دفاعي. فدي خلت الفرقه اللي قدامك ما نقولش انهم وحشين، لان احنا كنا كويسين. ايوه. فده اللي ظهر. يعني الناس كلها بيقولوا لا دي الفرقه اصلها وحشه، واصل كلام نظر يعني من خلال ما قروا في الجرايد او في الاعلام او السوشيال ميديا والكلام، كل ده جميل. بس الفرقه اللي قدامك هي ظهرت كده، ظهرت لان انت كنت كويس. فمعنى ان انا كويس ما هو لازم انت حبان انك ضعيف. ممكن انا لو انا مش ملتزم وكده سهل الفرقه اللي قدامي تنجح في اساليبها الناحيه الخططيه. لكن بقول بدايه قويه، بدايه مبشره ان في فرقه بتعرف بتجيب لك اجوال وبتجيب اجوال امتى، والبدلاء انه بينزلوا. فدي لماتش السوبر اللي جاي طبعا هو له حسابات، هزيمه بطوله ثانيه وشكل ثاني واداء ثاني. وما اقدرش اقيس الفرقتين بالمباراتين بتاع افريقيا سواء النادي الاهلي او النادي الزمالك، لكن اقدر اقول النادي الاهلي دلوقتي فيه هدوء واستقرار. أيوه. ما بين اللعيبه في اتزان، او حسوا يستوعبوا الراجل بيقول ايه او الراجل محفظهم ايه. وبعدين الحاجات اللي قلنا عليها برضو ان هو بيركز كتير في توقيف الملعب، كتير في تحركاتهم، ما بيتكلمش كتير نظري، هو كل شغل معني. ودي احدث حاجه في تدريب كره القدم، الشغل بالملعب وليس بالكلام، على اساس ان واحد ما ينسيش. تمام كابتن ماهر، التغييرات اللي حصلت في التشكيل ووجود حضرتك حتى والكابتن برين كنتوا معايا اليوم اللي قبل المباراه، وحضرتك اخطات في اثنين، كابتن برين ما اخطا في واحد، احمد الشيخ بس اللي فلت مني، هو الراجل رقصنا احمد الشيخ بس. ايه راي حضرتك؟ رقصنا كلنا لما قلت كل العشرة مطروطين. صعبه كابتن، هو واضح واضح من شخصيته يعني ان هو كمان فاجئ الناس كلها. احنا كلنا اتكلمنا على ان الخواجه او الخواجات عامه بيحبوا الثبات في التشكيل، والتغييرات بتبقى في حاجات محدوده، لكن هو واضح ان كان ليه رؤيه غير حتى بالاستوديو التحليلي. يعني يمكن الكابتن ابراهيم كان موفق في معظم التشكيل الا مكان واحد مظبوط. لكن انا الكابتن عادل طعيمه اتكلمنا على يعني يبقى وليد يبدا على اساس انه خبرات واخد بالك، واحمد فتحي يبقى خبره الثانيه، ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه. لكن واضح طبعا ان الراجل اضاف احمد الشيخ، واحنا ما كناش في الحسبان خالص ان احمد الشيخ موجود من ضمن التشكيله الاساسيه. مجدي قفشه برده كانت بالنسبه لنا مفاجاه، مش مفاجاه يعني، ما كناش حاطين في الاعتبار ان مجدي قفشه ممكن يبدا وخارج مصر كمان. يعني احنا متعودين ان الحاجات الاضافه الجديده بتبقى موجوده في مصر اكتر ما موجوده في افريقيا. افريقيا بيبقى ليها طابع خاص، محتاجه عناصر من اللعيب عندها قوه وسرعه والتحامات، لكن طبعا راجل فاجئنا بمجدي قفشه. وكان برضك فكر الراجل كان افضل بالنسبه لنا، كان على صلاح محسن من البدايه راجع من المنتخب الاولمبي فيبدا المباراه اكتر من مروان اللي بقى له فتره يمكن مش موجود. هو فكر في مروان وكان برضك فكره افضل مننا. واضح زي ما كابتن فتحي قال وكابتن ابراهيم ان شخصيه الراجل من البدايه هو فرضها على اللعيبه، وعنده درايه بشكل كبير جدا قبل ما يجي ببعض الاماكن وبعض الاسماء وبعض اللاعبين. ويمكن ساعده كمان بوجوده سيد عبد الحفيظ من الناحيه الاداريه، وساعده سيد سامي قمصان من الناحيه الفنيه. الكابتن فتحي اتكلم في نقطه مهمه قوي، التزام اللاعبين، والالتزام ده مهم جدا لاي فرقه كوره. كل ما يبقى عندك التزام بيبدا بالالتزام الدفاعي الاول بيحافظ بشكل كبير جدا، ما يجيش فيه بتديله ثقه، وبعد كده يبدا الالتزام الهجومي اللي هو اشتغل عليه من خلال الوحدات التدريبيه في النادي الاهلي، وكان بيصلح معظمها الاخطاء اذا كانت في وقفه او ميلان او تغطيه او بطء في التحرك للامام.
واضح ان شخصيه الراجل يعني فرضها من خلال وقت قصير جدا، واحنا قلنا ان مشواره صعب، ان احنا مطلوب منه ان من البدايه عايزين الناس تطمن، جمهور النادي الاهلي يطمن على الحاله الفنيه وحاله المهاريه اللاعبين والتكتيكيه. وعايز اقول لك ان كمان كان يوم عيد ميلاده، فكان فيها توفيق ان هو يفرح بعيد ميلاده ويفرح بالمكسب الجميل بالنسبه له، وفي نفس الوقت بيقدر يثبت للناس ان شاء الله ان الفتره الجايه هتبقى افضل ان شاء الله من فترات السابقه. كابتن ابراهيم عايز يقول حاجه؟ لا كابتن، ما سابنيش حاجه اقولها. لا كابتن، اتفضل. لا انا هسال حاجه سؤال تاني. هو انا عايز اركز. هسال حاجه سؤال تاني. اتفضل. ينفع ولا حاجه؟ لا هكمل حاجتين صغيرين وبعدين اسال. يعني انا يعني حاجه كويسه قوي ان احمد الشيخ ابتدى، مع اني ما كنتش قايله في التشكيل. احنا كنا بالنادي في الحلقات السابقه اللي طلعت انه لازم ياخد وقت طويل، لان يعني حته التكيف مع اللعيبه دي والثقه ما بتجيش الا انه بياخد وقت طويل ومن بدايه المباراه. نعم. لما كان السنه اللي فاتت كان بياخد اوقات قليله جدا وفي اوقات حرجه جدا، النادي الاهلي كان بيبقى يعني في حاجه لجهد اكتر، فكان ما كانش بتبين قدراته. فحاجه كويسه قوي ان هو ابتدى من اول الماتش عشان الثقه ترجع له ويبقى متكيف مع الفرقه. الحاجه الثانيه برضو اللي عايز اركز عليها ان هو ما ابتداش بازاره الحمد لله، ولعب مروان ثم غيره بصلاح محسن، لان ازاره في الفتره اللي فاتت ما كانش فيه بديل، فبالتالي ابتدى يبقى فيه بيضيع جوان كتير ومش فارقه معاه. فلما بيلاقي حد بيشخبط وراه وبيثبت رجله وبينزله، يعني صلاح بينزل بيجيب جوان، فيبقى كده هيزود جهده في التمرين وهيزود تركيزه اكتر. حته التزام اللي قال عليها الكابتن فتحي والكابتن ماهر، الحقيقه انا برضو باكد عليها، حته احترام الخصم، ان انت بتحترم الخصم وان انت بتلتزم في الناحيه الهجوميه وفي الناحيه الدفاعيه، دي من ابرز خصائص النادي الاهلي. وكويس برغم ان هو عارف ان النادي ده لسه يعني بقاله 3 4 سنين بس في الدورات الافريقيه ما اشتركش فيها ابدا، انما مدي الخصم حقه وعامل حسابه ومدي له حقه ومحترمه، ودي من ابرز خصائص النادي الاهلي. وشخصيه المدرب ابتدت فعلا تبان في الماتش دوت، وشخصيته ابتدت تبان حتى في التشكيل وفي التغيير، وانه عايز يدخل عناصر اخرى في التشكيل. فدي حاجه كويسه، بدايه جيده ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله نشوفها في ماتش السوبر ونشوفها في الماتشات بتاعه الدوري باذن الله. اسال بقى السؤال اللي انت عايزه. خلاص بقى، خلاص طب روح مش هديك فرصه. هو استاذنك كابتن سام، هنضيف حاجه صغيره بس نقولها. الاستوديو اللي انتوا عملتوه وكل واحد توقع، انا باخدها بس عشان نقولها، دي درس مش لاستوديو النادي الاهلي، كل الاستوديوهات، كل الكلام اللي بيتقال في الاستوديوهات كلها توقعات وليست حقائق. صاحب الحقيقة الوحيد هو المدرب، لأن المدرب هو اللي عارف اللعيبة. احنا كلنا هنا اجتهاد، كل الزملاء سواء في قناة الأهلي أو في جميع الاستوديوهات التحليلية كلها اجتهادات وليست حقائق. ليه مجتهاد؟ لأن انت مش عايش مع اللعيبة، فكل واحد عمال بيقول على لعيب، يقول لك لا يبدأ بده وما يبدأش بده ويغير بده ويحط بده. اللي حصل ده فتح هذا الموضوع ان احنا نتكلم فيه ونبين ان كل اللي بيقوله ما هي وجهات نظر واجتهاد مننا، ان احنا انا يعني جزء مننا وغيري بقيه الاستوديوهات كلها اجتهادات. يا حضرات لازم نعرف المدرب هو الوحيد اللي عايش مع اللعيبه، المدرب هو الوحيد اللي عارف اللاعب ده جاهز النهارده ولا لا، الفورمه بتاعته فين، هو اللي بيفكر في المباراه. فعشان كده ما بنقولش احنا انتوا ما اخطأتوش، وجهة نظرك انت كمدرب، كل واحد فيكم قامات كبيرة لك فكر، لكن فكره هو اللي هيكون صح. ليه؟ لأنه هو عايش. لو التقى الفكرين يبقى كويس، حاجة جميلة. لو ما التقاش انت لم تخطئ، لأنك انت ما انتش عايش مع اللعيبة. لو عايش مع اللعيبة دي حاجة تانية، أو بتتفرج كل يوم يعني اتفرج على الفرق كل يوم، هتحس، هتقدر اخطائك هتقل في التقدير ان ده يلعب ولا ده ما يلعبش. اما ان الكابتن ابراهيم مثل
قال شويه لان هو خواجه يعني كابتن كسب شعر اصفر وكده كسب خواجات كسب الجوله فكسب الجوله يعني تمام. واحد صفر نقطه حبيت بس يعني 1-0 للكابتن ابراهيم. كابتن ماهر كابتن ابراهيم وضح كابتن فتحي وضح حضرتك توضح حاجه ولا اسال اسال انا اسال انت اسال صلاح محسن واستعادته لمستواه الحقيقه يعني بغض النظر ان هو كان تغييره وتغييره مثلا في الدقيقه 54 اعتقد او قبل كده شويه ولكن واضح جدا ان صلاح محسن مستواه بيتطور من المباراه الاخرى. هو بص اسلام يعني مباراه المنتخب الاولمبي مباراتين مع فرقوا مع الكابتن شوقي غريب تحس ان يعني ان صلاح محسن جاي كان محتاج الثقه دي فكابتن شوقي قدر يتعامل معاه نفسيا عشان المباراتين بتوع المنتخب الاولمبي. ايوه العامل النفسي ده ساعد صلاح ان هو يجي لنا متحضر يجي لنا متوضب بلغه الكوره وعنده متشوق ان هو يلعب ويقول للراجل ان انا يعني خامه مبشره وان انا بنافس على المكان ده طبعا مع زمايلي المحترمين مروان محسن وازارو وان انا يعني الوافد الجديد او الواعد الجديد ان شاء الله خلال الفتره ديت. عايز اقول لك ان توفيق كمان الراجل نختار صلاح محسن في التوقيت المناسب والتوفيق الثاني كمان اللي حصل انه احرز هدف من خلال دقيقتين من الاشتراك فده اذا كان بيدل فبيدل ان هنرجع تاني للالتزام اللي قال عليه كابتن فتحي التزام اللاعبين والتزام الجهاز الفني وان شاء الله دي هتبقى الطابع اللي هيضاف جديد على فرقه ولاعيبه النادي الاهلي واحنا قلنا في المباراه ديت ان لعيبه 80% عايزين تساعد الراجل ابو 20% يعني احنا ادينا 20% للراجل ان اول مباراه بالنسبه له لكن ازاي اللعيبه بقى تقدر تزود له ال 20% دي تخليها 50%. انا شايف الالتزام اللاعبين كان فاتح اللي انت اتكلمت عليه فعلا ادى على النسبه دي بالنسبه للراجل وديت اللي هتدي ثقه للاعبين مع الجهاز الفتره اللي جايه اللي هنبدا نحسها بشكل كبير ان شاء الله. طيب كابتن ابراهيم حصول بعض اللاعبين على فرص زي احمد الشيخ مثلا زي مجدي قفشه زي متولي ايه رايك حضرتك فيها؟ لا انا 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 من يعني من ترشيحاتي قلت مجدي قفشه لان مجدي قفشه ده كان معايا في المنتخبات على فكره في القاهره على طول كنت ماسك مضيف فني القاهره وكنت دايما باخده معايا في المنتخبات منتخبات القاهره فانا حاسس بيه من بدري وهو حتى لما كان في انبي يعني فحاسس بيه من بدري اولا عنده تصويبات اكثر من ممتازه عنده كمان الكور الثابته بيعملها بكفاءه عاليه جدا في حته ان هو كمان يبتدي بيه دي حاجه كويسه قوي. احمد الشيخ كنا بنطالب دايما انه ياخد وقت طويل عشان الثقه ترجع له وان كفاءته خاصه ان هو وهو في المقصه كان هو الهداف بتاع الفرقه هو اللي بيجيب الاجوان كلها وهو اللي بيعمل الدوري كمان وهو اللي بيجيب في الدوري هو اللي بيجيب بيعمل اسيست وهو اللي بيجيب الاجوان فكان واخد ثقه جدا في المقصه لما جه في النادي الاهلي كان بيلعب باوقات قليله فكون انه يلعب من البدايه والثقه ترجع له ده مكسب كبير قوي في ثقته بنفسه وكمان مكسب للنادي الاهلي انه الحته دي بيقدر يأديها كويس قوي ويعوضنا عن المؤمن ان هو ما يبقاش موجود يعني فحته الناس الجداد حته برضو ان صلاح محسن بيلعب وبينزل يجيب اجوان ده برضو بيحفز ازارو انه الاجوان اللي بيضيعها دي ما يضيعهاش بقى لان احنا في حاجه لكل الفرص نعم كان بره المباراه اللي فاتت لانه عنده اصابه جزع في لا ما انا فاهم انا ما بقولش ان هو مش عشان هو مش موجود لا انا بقول ان هو يحس ان في برضه حد بيشخبط وراه لان كل ما اللعيب واحنا بنلعب نحس ان حد بيشخبط ورانا بيزيد جهدنا وبيزيد تركيزنا في الملعب وعايزين نبقى موجودين في ال11 فدي حاجه كويسه ان مروان موجود وصلاح محسن موجود وازارو موجودين في يبقى في تنافس شريف بين الثلاثه فحاجه كويسه ان الثلاثه بيلعبوا وكمان حته نزول ياسر برغم ان طبعا ايمن طلع باصابه اتمنى تكون خفيفه ان شاء الله واجهاد ما فيهاش اي حاجه انما ياسر برضه مرشح ان هو يلعب الماتش بتاع السوبر فبرضه انه ياخد ثقه وان رجله تبقى موجوده في الملعب وتمنياته ليه بالتوفيق ان شاء الله باذن الله الماتشات اللي ان شاء الله. خلينا نطلع فاصل نشوف هنتكلم بقى احنا خلاص كانوا سبورت اتكلمنا عنه كتير جدا خلينا نتكلم بقى عن مباراه نادي الزمالك فنطلع نشوف مباراه السوبر المحلي ان شاء الله هتبقى يوم الجمعه القادم ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك فخلينا نطلع نشوف تقرير عن اهم استعدادات النادي الاهلي لهذه المباراه ونرجع نكمل مع حضراتكم.
تحت شعار لا بديل عن الانتصار، أغلق الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الملف الإفريقي بعدما تغلب المارد الأحمر بهدفين نظيفين على كانوسبورت بطل غينيا الاستوائية في عقر داره لثنائي المتألق صلاح محسن ووليد سليمان. الأهلي يستعد للمواجهة الهامة أمام الزمالك المقرر لها يوم الجمعة المقبل على أرض ملعب استاد برج العرب بالأسكندرية في مباراة السوبر التي يسعى الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر التتويج بلقبها لتكون أولى البطولات مع القلعة الحمراء. رفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة سلبية عقب العودة للقاهرة، حيث قرر مواصلة التدريبات عصر غد الاثنين على أرض ملعب استاد مختار التتش بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. قبل العودة للقاهرة تحدث المدير الفني السويسري مع اللاعبين، طالبهم بالتركيز جيدا في مباراة الزمالك ونسيان نتيجة مباراة كانوسبورت، مشيرا إلى أن الفوز بلقب السوبر سيزيد من قوة الفريق قبل انطلاقة بطولة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم 21 من سبتمبر الجاري. جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه خالد محمود طبيب الفريق أن وليد عزارو سيجري أشعة رنين على الركبة غدا الاثنين للاطمئنان على إصابته وتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية. قال طبيب الفريق إن الأشعة المقرر إجراؤها على ركبة عزارو هدفها تحديد حجم الإصابة والبرنامج العلاجي الذي سيخضع له اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيدا لعودته للتدريبات الجماعية. أوضح الطبيب أن الأشعة ستحسم بشكل قاطع إمكانية لحاق وليد عزارو بمباراة السوبر أمام الزمالك، وذلك بعدما تعرض اللاعب للإصابة مع منتخب بلاده بجزع في الركبة ضمن الأجندة الدولية الأخيرة، فيما سينتظم أيمن أشرف بشكل طبيعي في تدريبات الجماعية للفريق خلال الأيام المقبلة بعدما تعافى من الإصابة بالإجهاد في العضلة الخلفية التي خرج على أثرها مستبدلا أمام كانوسبورت. اهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن فتحي، اهم الاستعدادات النادي الاهلي لهذه المباراه، مباراه السوبر ان شاء الله يوم الجمعه القادم يوم 20 سبتمبر قبل بدايه الدوري العام بيوم واحد. طبعا دي السوبر بتاع 2017 2018. عشان الناس تفتكر بس. لا في سوبر تانية. لسه في سوبر تانية. هو عاده هي النادي الاهلي متعود على مباراه السوبر. بيلعب مباراه السوبر، يمكن اول مره تعمل السوبر داخل مصر كنت رفع اهلي زمالك، دايما عاده بتلعب في الخارج في الدول العربية سنة والفترة دي. لكن نقدر نقول ان في، طالما انت تعودت على حاجة او في كناحية ادارية كمجلس ادارة كلاعبين، يعني ما هياش جديدة على الفرقة انها تلعب سوبر، يعني زي مش اول مرة هتلعب سوبر، انت لعب وكسبت مباراة سوبر كتير قبل كده، فالطموح دي بطولة لوحدها ملهاش دخل بالدوري، ملهاش دخل بافريقيا، فده برضو اعداد. دور المدرب في ان هو يعدلك الهدف بقى والطموحات وازاي يجهز فرقه لبطوله خاصه، لانه انا ما بجهزهاش لدوري لان في مباراه كتير، او ما بجهزش لافريقيا عشان في صعود ونقط واهداف، فلازم لها دوافع خاصه اللي هي مباراه السوبر دي، انها مباراه تنتهي هتنتهي، لازم تنتهي في نفس اليوم ولازم تكسب في نفس اليوم. فدي اكيد نتائج الماتش، اخر مباراه لعبناها الماتش الافريقي، زائد مجموعه اللعيبه اللي احنا هنشوفها، نقدر نقول لك بعد النهارده بكره اللعيبه ان شاء الله هتتمرن على يوم الاربعاء، انت عندك هيكون استوديو كده هتبان الرؤيه
لتيم النادي الاهلي ان شاء الله. ولما رؤيه انا مش عايز حضرتك تقولها برضه. المهم مش هنقولها. لا احنا ممكن مش موجودين انت اللي هتكون موجود او اي حد فينا. انا استحاله هقولها بصراحه. لا ومش استحاله هسال السؤال ده يعني. لا 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 بالعكس حتبان الرؤيه. ما حتبان الرؤيه واضحه للجميع. حتبان الرؤيه ان اللعيبه روح المصابين السلام. انت دلوقتي بتتكلم برضه بشكل عام. اتفقنا بشكل عام. لكن ما بنتكلمش في خصوصيات او في جزئيات او كده لان انت لسه ما تعرفش شكل الفرقه ايه. صح. شكل الفرقه عشان نبقى بنتكلم بالمنطق وبالعقل وبالحق. شكل الفرقه هيبان بكره الاثنين يوم الثلاث الاربع عندك سوده هيبان لك شكل الفرقه ايه يوم الجمعه تقدر. لكن بنقول النادي الاهلي متعود دايما مش عادل امام متعود دايما لا دي متعود دايما يعني متعوده حاجه ثانيه يعني. متعود دايما على بطولات السوبر فدي حاجه عاديه ان شاء الله باذن الله تكون هذه بدايه خير يا رب ان شاء مع الله. المدرب وان شاء الله ربنا يوفقنا برضو نقول طيب. ناجلها ليوم الاربعاء ناجلها ليوم الجمعه الدنيا تمشي. الكابتن ماهر الحديث او نتكلم عن الغيابات غيابات الفريقين مش غيابات النادي الاهلي فقط نتكلم عن ان هنا على الاقل يعني رامي ربيعه لسه مش موقفه مش واضح هل سيكون متواجد ولا الوحيد اللي موقفه واضح هو ايمن اشرف. الناحيه الثانيه نادي الزمالك عنده بعض الغيابات ولكن في النهايه لو اتكلمنا هل الغيابات ستؤثر بشكل او باخر احمد زيزو بس اعتقد هو اللي موجود. بص اسلام هو طبعا احمد زيزو بس في الزمالك ومثلا لا. عندنا ايمن اشرف هم دول اللي متاكد يعني ده متاكد اللي هم غيابهم اكيد اكيد اللي هو انذارين او طرد لكن أو الباقي كله موجود لكن يعني الباقي كله لا ما بين بقى الاصابات اللي هيبان يوم الاربعاء زي ما الكابتن فتحي بيقول الخميس اللي عايز يخبي هنا شويه اللي عايز يخبي هنا شويه ان شاء الله باذن الله يعني يبقوا كلهم جاهزين لمباراه السوبر. عايز اقول لك ان مباراه السوبر مباراه خاصه وطول عمر القطبيه الكره المصريه بيبقى المباريات اللي بينهم من بعض بتبقى بطوله خاصه للفرقتين. نتمنى ان السوبر ده يا اسلام هو متشابه الفرقتين متشابهين في حاجات كتيره جدا مظبوط يعني قيادتين جايين اتنين اجانب على اعلى مستوى من الناحيه الفنيه. يمكن مدرب الزمالك سبق بس مدرب النادي الاهلي انه لعب اربع مباريات بتوع الكاس وحصل على بطوله الكاس لكن مدرب النادي الاهلي لسه دي اول مباراه ليه رسميه مباراه كان سبورت المكسب اللي فيها اداله ثقه بشكل كبير. لو بصينا لطريقه اللعب هتلاقي طريقه اللعب بردك متشابهه 4 2 3 1 دي الطريقه اللي بيلعب بيها النادي الاهلي نفس الطريقه اللي بيلعب بيها نادي الزمالك. هتبص تلاقي العناصر اللي موجودين في التشكيله معظمهم من 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 من, من حراسة المرمى عواد مع الشناوي يعني الاثنين كتلتين متساويتين. خط الظهر النادي الاهلي قريب جدا من خط ظهر نادي الزمالك. نص ملعب نادي الزمالك عنده خبرات النادي الاهلي بردك نص ملعبه عنده خبرات. القوة الهجومية بالنسبة للفرقتين حتى القدامانية اللي هم دول هيمتعونا الخط الامامي نادي الزمالك عنده عناصر لعيب الكورة شفناها الفترة اللي فاتت عندهم جانب من المهارة عالي جدا الجانب الخططي كمان عالي موجود عندهم التحركات من غير كرة التحركات التكتيكية برضك لعيبة محتاجة مننا احنا واحنا بندافع ازاي نراقب بشكل كبير جدا لعيبة نادي الزمالك في الحتة القدامانية المميزة. نفس الكلام النادي الاهلي عنده نفس الطابع عنده لعيبة مهارية في الحتة القدامانية عنده لعيبة بتعرف تجيب جوال عنده لعيبه عندها خطط على اعلى مستوى. عايز اقول لك ان الاثنين فرقتين متشابهين بشكل كبير جدا في كل الجوانب اذا كانت الخططيه او الفنيه. انا عايز اقول بقى اللي عنده اصرار في المباراه ديت عنده التزام اللي احنا اتكلمنا عليه في بدايه الحلقه الالتزام عنده الشخصيه عنده الدوافع. انا شايف ان النادي الاهلي في الحته دي اكتر من نادي الزمالك وهي دي اللي ممكن تميزه في مباراه السوبر عن نادي الزمالك. نادي الزمالك كابتن ابراهيم زي ما الكابتن ماهر قال اثنين مديرين فنيين جدد لم يسبق لهم ان يكون طرفا في كل واحد فيهم طرف كمدير فني في مباريات قمه في مصر سواء ريني فايلر او ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك. تفتكر ده هيؤثر بشكل سلبي بمعنى ان احنا هنشوف الحذر من الاثنين في مباراه القمه ولا واستنى بقى لغايه الاكسترا تايم وتستنى لغايه
ركلات الجزاء ولا حضرتك شايف ان لا هنلاقي حد فيهم بيبدع؟ دايما الماتشات دي بيبقى الماتشات دي بيبقى فيها اكسترا تايم مش كده؟ فيها اكسترا، هم عاملين اكسترا تايم بس يعني حضرتك طالبت بعدد. انا طالبت في بدايه الموسم طالما بدايه الموسم هتقولوا لي اوروبا، قلنا ان احنا موسم ملتحم واللعيبه مجهده لازم يكون في، فقلنا اللائحه ممكن نغير فيها. نعملها صح. وقت اضافي على طول، ما فيش وقت اضافي، نعمل ضربات ترجيح، نعمل ضربات ترجيح على طول. تمام. انا شايف ان بس هو في وقت اضافي لو حصل فيه. تعادل هيبقى في وقت اضافي نص ساعه على الشوطين، ولو حصل تعادل هيبقى في ضربات ترجيح. تمام. انا شايف ان الفريقين يعني الاثنين المدربين دلوقتي شافوا، يعني مدرب الاهلي شاف الزمالك كويس ومدرب الزمالك شاف الاهلي كويس، والاداريين طبعا امدوهم بشرايط على المنافسين سواء في الفريقين يعني. فبالنسبه للاثنين المدربين الاجانب بقى الفرقه المنافسه دلوقتي كتاب مفتوح بالنسبه لهم، يعني مراكز القوه معروفه في الزمالك ومراكز القوه معروفه في النادي الاهلي. النادي الاهلي بيضم لعيبه كلها اغلبها في المنتخب، حتى اللعيبه الاجانب اللي جايبهم كلهم من المنتخب، علي معلول وازار وكلهم بيمثلوا منتخبات بلادهم. نفس الكلام في الزمالك، عنده لعيبه برضه الاجانب اللي جايبهم بيمثلوا منتخبات بلادهم. فالكفاءات الفنيه في الفرقتين متشابهين جدا في كل الخطوط. فاتمنى ان الماتش يطلع اولا اخلاقيا كويس، يعني السلوكيات سواء من اللعيبه او من الجمهور، اتمنى انها تطلع بمظهر كويس. المجموعه اللعيبه دي بيمثلوا اغلب اعضاء الجهاز الفني بتاعنا، واحنا على اعتاب اختيار مدير فني جديد للمنتخب. فاتمنى ان الماتش يطلع بصوره جيده بالنسبه للفرقتين. الجهد اللي هيبذله الاثنين المدربين، اتمنى طبعا مدرب النادي الاهلي كان الناس بتشكك في قدراته قبل ما يبتدي، واضح جدا انه قدراته الفنيه والاداريه بيقدر يغير في التوقيت المناسب. انا شايف ان قدراته الفنيه ابتدت تظهر وابتدت شخصيته تبقى موجوده جوه فرقه النادي الاهلي. ميتشو عمل ماتشات كويسه مع نادي الزمالك، اتمنى ان الماتش يطلع بصوره جيده وان يفرجونا على متعه في بدايه الموسم ان شاء الله نتمتع بيها كلنا، وتبقى بدايه جيده للموسم كروي ناجح ان شاء الله باذن الله يعني. تمام. والله انا جه في دماغي سؤال دلوقتي، حتى كنت قاعد بفكر فيه، طبعا صرحت مع حسام غالي شويه، ولكن مش عارف برضه يا كابتن فتحي حضرتك، المباراه دي سوبر 2017 2018، تمام صح؟ طيب هل سيتم والتحكيم اللي جاي تحكيم اوروبي، وبالتالي تم تغيير نظام او بعض قوانين في التحكيم او تعديلات حصلت في التحكيم بدايه من 1/6/2018، هل سيتم تطبيق القانون القديم؟ طبعا 2019. هل ده سيتم عليه تطبيق القانون القديم ولا القانون الجديد؟ لا، هو ده هيطبق القانون الجديد لانها مباراه واحده، ده اللي انا عرفت يعني. هي مش سلسله مباريات. جماعة سالونا كابتن سمير او كابتن ايمن دجيش في النقطه دي، لو لا هتوصل كده يعني. عاطف بتهيألي يا كابتن هي منطقيا عشان افتتاح موسم فهيطبقوا القوانين الجديد. القانون الجديد عشان افتتاح موسم. المباراه دي من 2017 ما انا هقول لحضرتك ليه. هذه المباراه ليست نتيجه مباريات وتصفيات ولعبنا عشان اوصل اخد السوبر. تمام. ده انت واخد بطل واخد بطل، اذا ما كانش له، انا ما طلعتش فريق قبل كده عشان اوصل للسوبر. تمام. فالموضوع ده هي هتتلعب مباراه بالقانون الجديد مش بالقانون القديم. عموما الاثنين مدربين كمان اوروبيين والحكم اوروبي، يعني مش امريكا اللاتينيه ولا ولا البرازيل ولا ولا عرب. فاذا مدربين اثنين اوروبيين والحكام اوروبيين. الحكام الاوروبيين يا كابتن اسلام هتقام بالقانون الجديد، وانتهى بقى دلوقتي القانون القديم ده خلاص. هم كانوا بيقولوا قانون قديم لان مسابقه بدات بقانون قديم، فلابد انها تنتهي. السوبر ده هي مباراه واحده، وبالتالي يمكن تطبيق القانون الجديد عليه. هتطبق هو يعني دي عاجلها ام عاجلها لازم. احنا مباراه الناشئين يا كابتن فتحي بدات بقى لها اربع اسابيع بالقانون الجديد.
خلاص طبعا يعني خلاص عدى بقى 1/6 خلاص. ما هو انت يعني دلوقتي 1/6 كنت لازم تبدا لان المسابقه لسه بادئه، انت عندك الناشئين لسه بادئين لكن مش مسابقه السنه اللي فاتت وبتكملها السنه دي بالظبط. انا الكاس احنا اتكلمنا عنها انا وكابتن سمير ساعتها لما كان موجود معايا، قال لي الكاس بالقانون القديم مش انها مسابقه ولم تكتمل ويجب ان تتم او تكتمل بالقانون القديم بقانونها اللي شغال عليه. والدوري الدوري لما لعبنا الماتشات الاخرانيه بعد بطوله افريقيا برضه بالقانون القديم المقاولين والزمالك يعني لعبناهم بالقانون القديم. ليه؟ لان المسابقه بدات بالقانون القديم. اما هنا في الحاله دي مفيش، هي ما بداتش بحاجه، الصور هي مباراه واحده فالمباراه واحده هتبقى قانون جديد بالقانون الجديد. تمام قولا واحدا قولا واحدا قولا واحدا نتمنى ان نشوف القول الواحد. طيب كابتن ماهر، تاثير خساره نادي الزمالك من نادي جيراسيون فوت السنغالي ومكسب النادي الاهلي، ولا مش هيبقى ما حدش هيبص للموضوع ده؟ لان طبعا خساره نادي الزمالك هيعوض هنا 100% ان شاء الله، والنادي الاهلي خلاص ان شاء الله يبقى وصل للدور اللي بعد كده. مش هتفرق يا اسلام، يعني مباراه الاهلي والزمالك هي طول عمرها مباراه قمه بين الفرقتين، مالهاش دعوه باللي قبل كده، ليها دعوه باللي جاي بعد كده. فاللي قبل كده خلاص يعني ده ملف افريقي واتقفل بالنسبه للزمالك، خسران 2-1 لكن هو عدل النتيجه. 2-0 كانت ممكن تبقى يعني فيها شيء من الصعوبه على اساس ان الزمالك كان هيحتاج يكسب هنا 3-0، لكن احرزوا موضوع الهدف ده يمكن ادى شيء من الطمانينه لنادي الزمالك، لكن هي طول عمرها اهلي وزمالك قمه يعني ما لهاش اي تاثير ولا سلبي ولا ايجابي. حاله اللعيبه يوم المباراه، يوم المباراه هتفرق بس كتير. حاله اللعيبه يوم المباراه هي اللي تحدد ايه، هم اللي هيحددوا الكره هتروح فين وهيعملوا ايه، مع احترام المدربين ولا الاعلام ولا الجمهور. عموما برضه انا شايف ان الزمالك في الماتش ده بالذات ما كانش في حالته، واضح ان في اوفر تريننج، في تحميل على اللعيبه جامد قوي، ما كانش كل اللعيبه في حالته. فزي ما متفق مع كباتن، الماتش ده مش مقياس ابدا للماتش بتاع الاهلي والزمالك خالص، ملوش اي اعتبار. يعني كله هيجي يبتدي استعداده تاني، وزي ما انا قلت قبل كده كتاب مفتوح الفريقين، كتاب مفتوح للاثنين المدربين. الماتش هيبقى ان شاء الله باذن الله يقدموا لنا صوره جماليه بتوري الناس كلها الدنيا النادي يعني مصر فيها كوره جميله. وان شاء الله باذن الله برضو دايما انا بركز على السلوكيات، اتمنى ان السلوكيات بتاعت الجمهور تبقى جيده عشان تبقى ده مفيش حجه للامن ان هو يسمح لنا بالجمهور، لان برضه الماتشات بدون جمهور الحقيقه بيبقى دمها تقيل شويه. احنا نتمنى كابتن ابراهيم كابتن فتحي اسلام نشوف سوبر زي السوبر الاماراتي من ناحيه التنظيم، من ناحيه الجماهير، من ناحيه الالتزام، هيبقى في الشكل، من ناحيه الانضباط، ازاي بنساعد الشرطه في الدخول، كمان حتى اداء الفرقتين كان من مستوى الجانب الفني للفرقتين من الناحيه الفنيه، من السوبر المصري اللي اتلعب في الامارات بالظبط يعني. كان على اعلى مستوى، شفنا احراز الاهداف اللي كان دلوقتي يعني اتمنى يا كابتن ده هيبقى كده لان مجموعه اللعيبه في الفرقتين المهريين عليه قوي وخصوصا ان في بعض اللعيبه اللي هم غير مصريين برضه مستواهم عالي قوي، دول رافعين مستوى شكل الفرقتين. فهيبقى فيه كوره في الملعب، مش هيبقى فيه ما هو ده اللي انا بقوله بقى، احنا مش عايزين حد يقعد يشوش، لا مش حد يطلع يقعد مش عارف يعمل ايه ويسخن ده على ده والناس دي، احنا مش عايزين كده. احنا عايزين الفتره اللي جايه دي على الاقل نتفرج على كوره ونطلع، واللي يكسب نقول له مبروك، واللي يتغلب هنقول له هارد لاك والكلام ده كله. هي دي الروح الرياضيه اللي احنا اتعلمناها دائما يعني. هو ده يا كابتن سلام اللي هتشوف مباراه يعني. توقعي بقى دلوقتي من بعيد للفرقتين، طالما تواجد اللاعب المهاري اللي هو بيقدم كرة حلوة في المباريات الكبيرة والمناسبات الكبيرة دي هتلاقيه. فوبعدين ايه، لما تلاقي فرقتين بيلعبوا بعض هيتنافسوا في المهارة بتاعتهم مش في العنف والضرب والخب اللي هو ممكن يجيب لنا الجمهور. يعني اللعيب امتى بيلجأ للعنف ويبدأ للضرب ويبدأ للاعتراض؟ لما هو فاقد مهارته اللي هو بيعتمد على القوة بس. اما اللاعب المهاري ده فنان، الفنان دايما هادي. انا شايف الفرقتين مهارات لعبتهم عاليه دلوقتي، في مجموعه لعيبه على الاقل نقدر نقول من كل فرقه في 6 لعيبه مهاراتهم عاليه بالاضافه لحراس مرمى 2 يعني كويسين. عندك احسن حارس الشناوي، عندك عواد برضو من الحراس المتميزين
فاذا انا متوقع هتلاقي مباراه حلوه. حاله الفرقه يوم المباراه هي اللي هتحدد. احنا نتمنى كابتن فتحي كابتن ابراهيم الاخراج اللي احنا جابوه لنا سمير ده. نتمنى ان شاء الله ان شاء الله نتمنى ده. تكون وفي الاخر احنا نكون يعني اليد العليا في احراز السوبر ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن فتحي، ان شاء الله نلتقي قريبا. شكرا يا كابتن سلام. ونشوف المباريات القادمه ان شاء الله مع بعض. كابتن ماهر انا بشكرك شكرا جزيلا. كابتن ابراهيم انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا النهارده. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. المفروض ان انا كنت هريح الاثنين والثلاث، ولكن زي ما حضراتكم شفتوا القناه دايما بتحرق لي المفاجات اللي انا بعملها، ولكن او اللي احنا بنعملها هنا يعني كلنا في القناه، ولكن حضراتكم عرفتوا ان شاء الله ان انا هيكون معايا احد نجوم كره القدم المصريه في الجيل الذهبي للنادي الاهلي. اعتقد ان كل الاهلاويه وكل مصر مستنيين وجود محمد بركات داخل قناه النادي الاهلي. محمد بركات هيكون معايا ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم الساعة 11 بالليل. سهرة هتكون إن شاء الله طويلة جدا، عاملين لحضراتكم بعض المفاجآت من خلال هذه السهرة. أهم مفاجأة عندنا إن هيكون معانا زي ما قلت لكم أحد نجوم وأساطير كرة القدم المصرية على الأقل في 20 سنة الأخيرة، نجم الكبير الكابتن محمد بركات، في حلقة خاصة جدا من برنامج سهرة معه. هكون مع حضراتكم بداية من الساعة 11 يوم الثلاثاء القادم. أشكركم وإن شاء الله نلتقي يوم الثلاث وحلقة جديدة أو حلقة بقى مميزة جدا من برنامج سهرة معه. أشكركم وإن شاء الله نلتقي يوم الثلاث.